مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي في كل مكان. يعني ابرز اخبارنا النهارده اكيد المباراه اللي لعبت منذ قليل وفاز فيها المنتخب او هزم فيها المنتخب الاورجواني من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل شيء، احرزهم فاران والنجم كريزمان. كانت مباراه يعني متوسطه المستوى في الشكل العام، لكن طلعت فرنسا بالهدف اللي هي عايزاه. مباراه بعد قليل من العيار الثقيل جدا، مباراه كنا بننتظرها في نهائي كاس العالم البرازيل في بلجيكا، مباراه قويه جدا جدا جدا. اعتقد ان كل الناس هتتابع هذه المباراه عشان نشوف البطل اللي هيطلع منها، اعتقد ان هو هيبقى بطل كاس العالم في نسخته الحاليه. نروح لاخبار النادي الاهلي النهارده. اكيد دلوقتي في مباراه بتقام بين النادي الاهلي وبطل سلوفينيا، بطل سلوفينيا اولمبيا، فريق اولمبيا. مباراه ايضا بينتظرها عشاق الاهلي عشان يشوفوا نتيجتها، عشان يشوفوا كمان اداء او الشكل الفني النادي الاهلي مع باتريس كالتيرون. نشوف امير هشام كده الدينامو بتاعنا بصراحه، نشوف اخر الاخبار عندك. امير هشام اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني احنا عرفنا المباراه تاجلت قليلا عشان في ظروف في الطريق حصلت لبعثه النادي الاهلي، قول لنا الاخبار وقول لنا التفاصيل لو سمحت. طيب خليني اقول لك ان البث في البدايه كده ان المباراه يعني ابتدت منذ حوالي 3 دقائق بالتحديد. النادي الاهلي كنت هنا في سلوفينيا، المباراه كانت المفروض تكون الساعه 6، ابتدت الساعه 7 بسبب ان الاهلي الطريق يمكن الامور او الاجراءات الخاصه بانتقال النادي الاهلي من كرواتيا لسلوفينيا يمكن خدت بس حوالي ساعه او ساعه وربع بالتحديد، فبالتالي اتاخر النادي الاهلي شويه في الطريق والمسافه يمكن بعيده شويه عن الطريق لوحده ساعتين، بخلاف الساعه او ساعه وربع اللي اتاخروا النادي الاهلي في على الحدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، دي اللي اخرت الفريق شويه. لكن طور وصول الفريق تم الاتفاق على ان المباراه تبتدي الساعه 7، هي بالفعل خلاص ابتدت يا كابتن فيتو. خليني اقول لك تشكيل النادي الاهلي بيبتدي بيه مستر باتريس كالتيرون هذه المباراه، والمباراه الوديه المهمه. خليني اقول لك ان محمد الشناوي في حراسه المرمى، مستر باتريس تفضل ان هو يشركه في تدريبات، وبعض الدوليين كمان بيشتركوا في هذه المباراه، خصوصا ان هم خلاص يعني يعتبر جاهزين بعد ما كان في تفكير ان هم ما يشاركوش في المباراه الوديه الاولى، لكن خلاص يعني مستر باتريس كالتيرون شايف ان هم من الافضل ان هم يشتركوا طالما هم بدنيا جاهزين ومفيش اي مشكله. فبالتالي محمد الشناوي في حراسه المرمى امامه كل من سعد نجيب ومحمد سعد سمير ومحمد نجيب، محمد هاني ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال، في نص الملعب عمرو سلية وحسام عاشور، امامهم مؤمن زكريا اجاي ووليد سليمان، والمهاجم الوحيد طبعا صلاح محمود. ده التشكيل اللي ابتدى بيه مستر باتريس كالتيرون هذه المباراه واللي انطلقت منذ دقائق. خليني اقول لك اللي بيجيب عن المباراه دي طبعا الاصابات، سواء احمد الشيخ او باسم علي اللي بيعملوا تدريبات تاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز على هامش هذه المباراه، ايضا بيجيب احمد حمودي، ويمكن احمد حمودي اشتك كده من اجهاد في العضله الضمه، فبالتالي فضل الجهاز الفني ان هو ما يجازفش في المباراه دي، فهو قاعد مش هيشترك في المباراه اطلاقا. غير كده طبعا كل اللاعبين موجودين على دكه البدلاء، لكن عايز اتكلم بالتحديد عن وليد ازارو. وليد ازارو مش موجود خالص، مش هيشترك في المباراه، لان خلاص ابتدى الجهاز الفني يشيله من حساباته بعد اقتراب رحيل وليد ازارو، يعني ممكن خلال ساعات يبقى يرحل رسمي لو تمت المفاوضات بشكل ناجح مع فريق فورتشن الصيني. النادي الاهلي عنده عرض طلبه ومنتظر الموافقه من فريق فورتشن الصيني، فبالتالي وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني. مستر باتريس كالتيرون وكابتن محمد يوسف فضلوا من منذ الامس بالتحديد كان وليد ازارو ما شاركش في التدريبات لما كان بره التدريبات. انت قلت لي امبارح بس صح تمام. امبارح اول يوم بس وليد ازارو يلعب او يكون متواجد في تدريبات مفرده خاصه بيه، فبالتالي كان خلاص يعني بدايه الجهاز الفني ما يحطش وليد ازارو في التدريبات تحسبا لنجاح المفاوضات ورحيل. لكن في جزئيه مهمه عايز اكدها على كل جمهور النادي الاهلي يا كابتن ميدو. وليد ازارو بيرغب في الرحيل عن النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت ده هو بيرغب لان عنده عرض مادي حلو جدا بالنسبه له، لكن في نفس الوقت لو رفض النادي او مش رفض النادي الاهلي او لو ما تمش الاتفاق ما بين الناديين، في النهايه وليد ازارو مش هيكون عنده تضرر بانه يستثمر مشواره في النادي. كلامك واضح يا امير والجماهير فاهمه كده. يعني نلخص الموضوع ان وليد ازارو بيخرج من الباب الشرعي للنادي الاهلي.
بالظبط كده، الامور عاديه جدا، لاعب محترف جدا، لاعب ثاني طبيعي جدا ان هو يفضل انه يبعدوا عن حساباته الفتره دي، مبسوط ان احنا داخلين على مرحله مهمه، مرحله بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مباراتي الداون شيب اكيد هيكونوا مهمين، فالجهاز الفني عايز يستقر على الناس اللي هيلعب بيهم المباراه دي، فوليد ازارو ممكن يكون ذهنه مشتت شويه في موضوع الرحيل عن النادي الاهلي، الامور لسه ما تمتش بشكل رسمي، في حاله نجاح المفاوضات خلاص وليد ازارو هيمشي، في حاله عدم نجاح المفاوضات والنادي الاهلي ما طلبش المبلغ اللي هو عايزه، وليد ازارو هيضطر انه يكمل في الاهلي، مش هيكون مضطر، هو هيكون مبسوط ان هو يكمل في الاهلي، ما عندوش مشكله، هو الافضل بالنسبه له الفتره دي انه يرحل، لكن لو المفاوضات فشلت الراجل هيكون متواجد في النادي الاهلي عادي. كلامك وصل ومفهوم للجماهير، كلامك وصل ومفهوم للجماهير، تمام. نقطه مهمه جدا وكان لازم نوضحها. طبعا الامور ماشيه بشكل جيد، المباراه بتتلعب في هذه اللحظات يا كابتن ميدو، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني والنادي الاهلي ان هم هيحققوا كل الاهداف المطلوبه منهم من خلال او اللي هم بيتمنوها طبعا من خلال هذا المعسكر بشكل عام ومن خلال مباريات الوديه بشكل خاص. يعني انا امير هقول لك السؤال اللي اكيد كل الجماهير بتساله دلوقتي، وامير معانا على التليفون من قلب المباراه ومن قلب المعسكر كمان، شكل الاهلي في البدايات شكله ايه؟ يعني في البدايات الاهلي مستحوذ على الكوره شويه، المباراه في نص الملعب لسه ما فيش اي هجمه خطره حتى الان، يعني بالنسبه للفريقين على فكره فريق كوريا فريق جيد، مش فريق وحش هنا في سلوفينيا، فبالتالي الكوره لسه في نص الملعب، يعني النادي الاهلي يمكن بيلعب بدفاع متقدم شويه، يعني في فكر واضح كده ان مستر باتريك كاترون بيحاول ينفذه في الناحيه التكتيكيه والناحيه الخططيه بالتحديد، طريقه اللعب على حسب ما انا شايفها، طبعا انا فنيا مش هقدر اتكلم زي مثلا اكيد كبار في الكوره، لكن انا لكن انا بقول لك انا شايفه كده الطريقه 4-3-4-2-3-1 بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن يكون في تعديلات لسه خلال مباريات المباراه ما بقالهاش 5 دقائق بالظبط تقريبا او يمكن اكثر قليلا، فهيبان الفكر بالنسبه لمستر باتريك كاترون ودماغه هتكون فيها ايه خلال المرحله المقبله، والاسلوب اللي عايز ينفذه يستفاد بيه من خلال المباريات الوديه عشان يقدر ينفذه في المباريات الرسميه او المباريات داون شيب طبعا. تمام، الملعب والجو يا امير؟ الجو كويس جدا في كاستلفينيا، يعني اعتقد درجات الحراره يعني 23 درجه مئويه تقريبا، يعني جو كويس، يعني في غيوم شويه ما فيش شمس او حاجه، خلي بالك هنا الغروب بشكل عام بيبقى الساعه 9 بالليل او 9:30، ما فيش برد خالص، لكن الاجواء كويسه جدا، ملعب جيد جدا كمان، يعني امور كويسه وساعد ان شاء الله الفريق ان هو يقدم مباراه جيده استفاد منها اكبر استفاده. الملعب كويس وتمام؟ الملعب كويس جدا، الامور ماشيه بشكل كويس. ماشي يا امير، هسيبك شويه كده تتابع المباراه وارجع لك تاني بقى نتابعك معانا شويه عشان ننقل للساده المشاهدين كل اجواء هذا اللقاء الودي. امير هشام شكرا جدا ليك. ده كان امير مع حضراتكم بيوصف لنا او وصف لنا الشكل اللي شايفه في المباراه، مباراه الاهلي وبطل سلوفينيا اولمبيا او فريق اولمبيا السلوفيني، مش هنقول بطل لان انا مش عارف واخد بصراحه بطولات ايه في سلوفينيا، لكن امير بيقول ان الشكل، مش عايز اقول لكم الشكل غير لما الشوط الاول يخلص عشان نشوف الشكل الاهلي كان فعلا عامل ازاي مع باتريك كاترون، اكيد هو في دماغه حاجه بيعملها لانه بدا كمان بشكل قوي جدا غير ان احنا كنا متوقعينه، احنا قلنا اكيد هيريح الشناوي هيريح اللعيبه زي حسام عاشور ممكن يريح عمرو السولية، لكن هو بدا بشكل ممكن يبقى ده شكل الاهلي او اعتقد مثلا بنسبه 90% يبقى شكل الاهلي في مباراته القادمة إن شاء الله أمام بطل بتسوانا. الشناوي، محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، أيمن أشرف، عمرو السولية، حسام عاشور قدامهم، وليد سليمان هو اللي يلعب بقى كصانع ألعاب ولا مؤمن زكريا ولا جونيور أجاي، إحنا مش شايفين حاجة، لكن الثلاثي جونيور أجاي مع وليد سليمان مع مؤمن زكريا، قدامهم صلاح محسن المهاجم الواعد إن شاء الله اللي هيملى كل فراغات اللي احنا بنتكلم فيها من المهاجمين باذن الله. كمان امير اشار لنقطه مهمه جدا ان وليد ازارو خارج حسابات الجهاز الفني تماما هذه المرحله. هنقول ان الاهلي خلاص وافق على بيعه، لسه اللحظات القادمه اللي جايه ان شاء الله هنشوف وليد هيسيب النادي الاهلي فعلا بمبلغ كام، مبلغ مناسب للنادي الاهلي، اعتقد ان هو مبلغ مناسب جدا 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 لو الصفقه تمت، عشان كده الجهاز الفني شاله من حساباته تماما، جهاز بيتعامل بمنتهى الموضوعيه، بيتعامل بمنتهى العمليه، بيتعامل بمنتهى الاحترافيه، خلاص لعيب في كلام بيع وشراء وفي كلام قريب ان هو خلاص هيسيب النادي الاهلي فطلعه من حساباتي واركز مع الناس الموجوده، ودي بصراحه طريقه احترافيه جدا انا عن نفسي بفضلها قوي قوي كمان.
اتكلم كمان ان وليد ازارو لو ما حصلش نصيب ان هو يروح النادي الصيني ويسيب النادي الاهلي لكن هو هيبقى مبسوط جدا وده وضع طبيعي. وليد ازارو نفسه قال كده في تصريحاته اللي صرح بيها في اليومين اللي فاتوا ان انا هبقى مبسوط جدا لو قعدت في النادي الاهلي مفيش اي مشكله خالص عندي مش هبقى قاعد متضرر لكن لو المفاوضات نجحت انا خارج من باب النادي الاهلي الشرعي بموافقه النادي الاهلي ودي اهم حاجه وده اللي الاهلي دايما بيسعى اليه. عايز اقول لكم ان حاليا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي معاه محمد سراج عضو مجلس الاداره في عزاء الكابتن الكبير كابتن الجويني. يعني لو معانا اخبار تانية او في مراسل بقول لي عشان نتابع مع الساده المشاهدين. عايز اقول لكم كمان ان باتريس كارتيرون لغى التمرين الصباحي غدا وهيكتفي بفتره واحده من تدريب عشان ظروف السفر اللي حصلت مع الفريق النهارده. كان في معوقات كتيره النهارده ان هم وصلوا لملعب المباراه غير الوقت اللي هم حاطينه عشان كده المباراه اتاخرت ساعه. فيكتفي بالتدريب المسائي علشان كمان رايح اللعيبه وما بقاش فيه اجهاد زياده على اللاعبين. الشكل اللي انتم شايفينه شكل جدي جدا النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم احتمال كبير جدا هو ده الشكل اللي نشوفه امام تاونشيب البتسواني. طيب واكيد امير هيبقى معانا في الاوقات القادمه عشان يشوف الشكل عامل ازاي بين الشوطين ايه اللي حصل الشوط الاول كان مجرياته ايه بعد المباراه هيبقى معانا ان شاء الله. انا مستمر معاكم من 7 ل 9 باذن الله يكون الماتش خلص ونكون عرفنا اكبر حاجه عايزين نعرفها في هذه المباراه عشان نطمن حضراتكم على الفريق في معسكره في كرواتيا. عمرو السوليه وحسام عاشور اتنين ارتكازين. عمرو السوليه عمل موسم ولا اروع الموسم الماضي كل الجماهير او معظم الجماهير كانت بتطالب بعمر السوليه ان احنا نشوفه مع منتخب مصر لكن اختيارات هيكتور كوبر طلعته بره قائمه منتخب مصر. عمرو السوليه بيتكلم ان المعسكر جاد جدا من كل اللاعبين زي ما كل اللعيبه بتتكلم في الحقيقه ان المعسكر بيشهد جديه من اللاعبين وتركيز كبير كله عايز يقول باتريس كالترون وعايز يقول لجمهور النادي الاهلي قبل باتريس كالترون انا جدير ان انا امثل ال11 لعيب اللي هيكونوا ان شاء الله في مواجهه تاونشيب البتسواني في المباراه القادمه واللي بنتظرها كل الاهلاويه على امر من الجمر ان شاء الله تكون مباراه يطلع بيها الاهلي بهدفه بالثلاث نقاط. عمرو السوليه في شكل اكبر هنشوفه في التقرير اللي هيظهر امام حضراتكم حالا. احنا في مرحلة اعداد اخذنا فترة راحة كويسة بعد الموسم اللي فات اللعبة ريحت كويس دلوقتي بنحضر نفسنا للبطولات اللي جاية عندنا طبعا مهمة صعبة في افريقيا عندنا مباراتين يعني اول مباراة عندنا والتانية في بوتسوانا ان شاء الله يعني هيبقى المباراتين دول اهم مباراتين في البطولة لان هم اللي هيخلونا نتصدر ان شاء الله المجموعة. اللعبة كلها مركزة كله مركز في التمرين وفي التعليمات إن شاء الله يعني اللعبة كلها على أتم استعداد إن هي تساعد جمهور النادي الأهلي. احنا بدأنا بصورة مش كويسة بس يعني مش أول مرة نتحط في الظروف دي اللعبة كتير عندها خبرة في المواقف دي وفي بطولة أفريقيا بالذات إن شاء الله يعني اللعبة كلها جاهزة ومركزة في المباراتين القادمتين إن شاء الله يعني هم دول اللي هيسهلوا علينا حاجات كتير الفترة اللي جاية وهم اللي هيخلونا يعني نكمل الموسم بصورة كويسة فإن شاء الله يعني الماتشين اللي جايين يكونوا خير علينا ونقدر نكمل بصورة كويسة. طبعا يعني الجهاز فني جديد بس يعني النظام هو الناس كلها بتمشي عليه جوه النادي الأهلي طموحات طبعا الجهاز الفني واللعيبة كلها أهم حاجة طبعا إن شاء الله بطولة أفريقيا ونصعد كأس عالم الأندية إن شاء الله يعني اللعيبة والجهاز الفني كلهم مركزين في النقطة دي وطبعا مع بداية الدوري العام هيبقى فيه منافسة قوية إن شاء الله فإن شاء الله يعني الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة علينا كلنا. لسه عندي طموحات كبيرة مع النادي الأهلي لسه يعني ما حققتش 1% منها لسه عندي كتير أقدمه للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الموسم اللي فات كان موسم كويس بالنسبة لي لعبت بصفة مستمرة عملت أداء كويس بس لسه عندي أحسن إن شاء الله أقدمه للفريق وللنادي الأهلي. أنا شايف إن أنا عندي كتير لسه ما قدمتوش للنادي الأهلي واحدة واحدة الموضوع بيزيد وبيتطور
البطولات طبعا يعني انت عارف ان الاهلي بيلعب على البطولات كلها، حققت بطولات مع نادي الاهلي بس لسه طبعا في بطولات ما حققتهاش، لسه في بطوله افريقيا والسوبر الافريقي ان شاء الله نصعد كاس عالم انديه، لسه في طموحات كبيره مع نادي الاهلي. تحت امر الجهاز الفني في اي وقت، بعمل اللي عليا، بجتهد، بأدي المطلوب مني، حاول اطور من نفسي في المباريات وفي التمرين، بحاول ان انا لاخر وقت ان انا ما اكونش مؤثر في حق نفسي عشان لو جت فرصه في اي وقت اكون مستعد واكون جاهز. انا شايف ان انا كنت استحق ان انا اكون موجود، بس يعني ده ممكن يكون خير، يعني محدش عارف حاجه. لا ما فيش مشاكل خالص ولا حاجه، يعني الموضوع كله فني، يعني في الاول وفي الاخر انت بتعمل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا، بس اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ما اكونش مؤثر من جوايا، يعني ما يكونش مطلوب مني حاجه وما عملتهاش. دي حاجه بتريحني انا نفسيا. بتبقى زعلان طبعا ان انت تكون موجود طبعا مع منتخب مصر وفي كاس عالم، بطوله مهمه طبعا، بس يعني كله في الاول في الاخر خير. طموح بالنسبه لي ان انا اكون موجود في منتخب مصر واكون موجود بصوره اساسيه. الفتره اللي جايه طبعا هحاول اجتهد اكتر واطور من نفسي وابقى جاهز لاي فرصه مع منتخب مصر ان شاء الله، وتبقى ما تبقاش اخر فرصه. طبعا اشكر جمهور النادي الاهلي طبعا على وقوفه جنب الفريق في كل الاوقات، سواء وقت صعب او في وقت عادي، احنا متعودين منهم على كده، وهم الدعم بالنسبه لنا، ووجودهم جنبنا في الملعب يعني بيطمنا وبيبقى حافز قوي لينا. وبالنسبه لنا بصفه شخصيه يعني بشكرهم طبعا على الدعم الفتره اللي فاتت وعلى الثقه اللي حطوها فيا. اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله نبقى عند حسن ظن الجمهور ونحقق بطوله افريقيا والبطولات كلها ان شاء الله ما تخرجش من بره النادي الاهلي. طبعا اللعيبه كلها اللي موجوده في المركز ده لعيبه كبيره عندها خبرات، سواء لعيبه صغيره او لعيبه كبيره، اللعيبه كلها بتعمل المطلوب منها. اي حد في اي وقت هيلعب هيأدي المطلوب منه واكتر كمان، مفيش حاجه اسمها لعيب اساسي ولعيب احتياطي، احنا كلنا بنجتهد وبنعمل المطلوب مننا عشان نساعد الفريق ان هو يكون في احسن صوره. اي حد بيلعب التاني بيتمنى له التوفيق طبعا، كلنا في مركب واحده، يعني مش فريق فردي، احنا فريق جماعي. انا شايف الناس كلها قريبه من بعض، الناس كلها على اعلى مستوى، اي حد هيلعب في اي وقت هيبقى قد المسؤوليه. طبعا يعني اي حد يتمنى ان هو يكون موجود جوه النادي الاهلي، انا طبعا واحد من الناس سعيد ان انا موجود جوه النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا. مسؤوليه كبيره طبعا بتتحط عليا ان تكون موجود جوه النادي الاهلي، طلب منك ان انت تحقق البطولات كلها، فدي مسؤوليه كبيره. يعني بشكر الجمهور على الثقه الموجوده يعني من عندهم، اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قد الثقه دي وان شاء الله يعني اكون عند حسن ظنهم. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني عمرو السوليه باختصار كده لعيب شكل النادي الاهلي، لعيب مؤدب جدا، لعيب محترم جدا، لعيب بيعمل اللي مطلوب منه، بيقول انا لسه عندي كتير ما قدمتوش نادي الاهلي، لعيب حتى واحنا الفتره اللي جت فيها كان مستواه لسه كانت الجماهير بتنتقد فيه ولا فتح بقه خالص، وبدا يشتغل على نفسه لغايه لما رجع عمرو السوليه والناس كلها بدات تقول عمرو السوليه ليه ما يروحش منتخب مصر، وقال ان انا كنت مقتنع ان انا اروح منتخب مصر لكن اختيارات مش بايدي، كانت بطوله كبيره جدا كان نفسي اشارك فيها لكن الاختيارات ما كانتش بايدي. اتسال لو في اي مشاكل، قال ما فيش اي مشاكل بيني وبين اي حد في الجهاز الفني لمنتخب مصر او الجهاز السابق لمنتخب مصر، لكن اختياراتهم في الاول وفي الاخر. ان شاء الله عمرو السوليه يقدم كل ما يستطيع ان يقدمه، واللي عايز ان شاء الله يعمله مع النادي الاهلي، قال النادي الاهلي نادي كبير، وده طبعا كلام واضح جدا للجميع، وكله بقى مبسوط داخل النادي الاهلي، واتكلم عن روح الالتزام في المعسكر والهدف اللي الكل عايز يوصل. ايضا مع عمرو السوليه كمان النجم محمد هاني ظهير ايمن النادي الاهلي، واللي اشاد بيه الكابتن بدر رجب اللي كان مشرفني امبارح هنا في الاستوديو، وقال محمد هاني لعيب عالي جدا جدا، كان بيلعبه وهو صغير كهاف هاف رايت، لكن رجع الاجهزه لعيبه محمد هاني باك رايت. محمد هاني لعيبه من اللعيبه الواعده جدا جدا، لسه ما طلعش نص امكانياته مع النادي الاهلي، ان شاء الله بترس كالترون يكتشف هذا اللاعب. كمان تعالوا نشوف محمد هاني بشكل اكبر قال ايه في التقرير اللي هتشوفوه قدام حضراتكم دلوقتي.
في البداية طبعا يعني التوفيق كله طبعا للجهاز الفني الجديد واللعيبة السنة دي، ويعني اللعيبة كلها مركزين، ويعني احنا ابتدينا المعسكر الأولاني في اسكندرية، الحمد لله المعسكر كان كويس ومشي بشكل كويس، وبعد كده رجعنا اتمرنا 4-5 تمرينات تقريبا، بعد كده سافرنا هنا كرواتيا. معسكر ماشي كويس جدا وكله بيتمرن كويس جدا، وكله طبعا مركز، عندنا هدف ماتش افريقيا اللي جاي ده، ماتش مهم جدا، كل اللعيبه مركزين في الماتش ده، يعني هو ده هدفنا الاساسي. طبعا احنا بنشوف وجهه نظر المدرب الجديد بايه اللي هو عايز ينفذه في الملعب، واحنا يعني بنحاول ان احنا ننفذ تعليماته، وربنا يوفقنا ان شاء الله السنه دي يبقى موسم كويس ونقدم فيه يعني حاجات كويسه باذن الله. قبل كده 2012 تقريبا 13 كسبوا، كانوا واخدين نقطه واحده بس تقريبا في اول 3 ماتشات، وهم اللي خدوا البطوله، هم اللي رفعوا الكاس الاهلي. فيعني احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا نكسب باذن الله الماتشين اللي جايين دول كمان، وربنا يوفقنا في باقي البطوله. بس ان شاء الله يعني كله عنده يعني كله نفسه طبعا، وهدفنا كله بطوله افريقيا، يعني دي اهم حاجه طبعا. اللعيبه اللي هنا يعني معظم اللعيبه محترفه ولعيبه كبيره جدا، ولعيبه يعني بتحاول تنفذ اللي المدرب عايزه في وقت قليل، يعني هو ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي، ان انت عندك لعيبه المينتاليتي بتاعتهم يعني كويسه، ويقدروا ينفذوا اللي المدرب بيقول لهم عليه في وقت قصير، وان شاء الله نقدر ان احنا يعني ننفذ اللي الكلام الراجل بيقوله في وقت قصير، يعني ان شاء الله. طول عمري طبعا انا بقول الكلام ده، ان انا يعني انا محظوظ ان انا معايا اتنين، واحد زي كابتن احمد فتحي، واحد زي كابتن باسم، يعني الواحد استفاد منهم كتير جدا من ساعه ما اتصعدت، استفدت في يعني في حاجات كتير جدا، واحسن حاجه ان انت بتنافس، يعني المكان اللي انت بتنافس فيه بقى معاك لعيبه كبار زي دول، ان انت بتتعلم منهم وفي نفس الوقت بتحاول تبقى زيهم وتتطور، يعني دي من احسن الحاجات اللي فادتني في النادي الاهلي طبعا. فأنا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ان في منافسه كويسه جدا، والواحد بيحاول ان هو يطور من نفسه، يعني كنت عادي جدا، بس انا يعني المكان ده لعبته يعني كان الكابتن حسام والجهاز الفني القديم كان هو شايف ان انا ممكن العب المكان ده وبتاع، وانا الحمد لله لعبت، ان الحمد لله طلعت من ان انا ما يدخلش فينا جوان، يعني معظم الماتشات اللي لعبتها ما دخلش فينا جوان وكسبنا الحمد لله. لكن انا كنت بلعب مثلا، كان في فتره لو تفتكر السنه اللي فاتت سعد اتصاب وايمن اتصاب، وكان نجيب مصاب ورامي كان اتصاب، فكان بيبقى في مساك واحد بس، فلعبت بقى فتره، يعني طبعا يعني اول ما كابتن حسام قال لي محتاجين ان انت تلعب في المكان ده لعبت، يعني ما كانش ينفع ان انا اقول حاجه تانية، يعني والله هو كان بيساندني في المكان ده، عشان انا كنت يعني انت عارف انا مش حابب ان انا العب في المكان ده طبعا، انا بحب ان العب مركزي وهاجم ودافع في نفس الوقت وسبرنتات وكده، لكن يعني هو شاف ان هي حاجه كويسه ان انا قدرت ان انا العب في المكان ده، ويعني وان انا وقفت جنبهم يعني في وقت ما فيش حد، يعني ما كانش في حد خالص سردوت، بس فالحمد لله اللي عدت يعني على خير. 5 الحمد لله، 3 دوري وسوبر وكاس. ناقصك بطولة افريقيا وهي اهم بطولة ان شاء الله تسعوا السنة دي ان انتوا تحققوها، لكن طموحك ايضا مع النادي الاهلي شايفه ازاي خلال المرحلة المقبلة، وايه اللي بتتمناه على المستوى الشخصي بالنسبة لك؟ يعني طبعا يعني الواحد يعني طموحي في طموح تبقى طموح جماعية، ان انا طبعا يعني مع الفريق كله ان الواحد يعني يوصل لبطولات، ياخد بطولات كتير، ويعني زي ما احنا شايفين كابتن حسام عاشور وكباتن كبار، كابتن حسام غالي ومش يعني الناس كلها كبار كتير، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا مع النادي الاهلي، وبالذات النادي الاهلي نادي بطولات، يعني طول ما انت موجود ومستمر وبتلعب دايما بتحقق القاب جماعيه، في بقى القاب فرديه ان الواحد ربنا يكرمه يروح المنتخب ان شاء الله ويتصنف كده من يبقى من احسن الباكات رايت ان شاء الله، يعني في الدوري ان شاء الله. من زمان واحنا صغيرين يعني مرنا كباتن كبار جدا، يعني وكان دايما احنا من واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه اسمها خساره، يعني احنا طالعين من تحت كلنا كده، يعني معظم كمان اللي
ربنا بيوفقهم طبعا وبيكملوا في الدرجه الاولى، ان هم بيبقوا دايما عقليتهم كده ان هو احنا ما بنخسرش. يعني انا الحمد لله في فرقتي واحنا صغيرين كان دايما لازم مكسب، احنا متعودين على كده دايما يعني. فدي حاجه ساعدتني جدا لما طلعت هنا في الفريق الاول، وبالذات ولاد النادي بيحسوا بالموضوع ده جدا في الفريق الاول. يعني دايما بيبقى البوم على التيشيرت اللي هم لابسينه، فدي حاجه فادتني جدا طبعا لما طلعت يعني الفريق الاول. هم كلهم والله يعني انت عارف الفرقه كلها، يعني احنا الحمد لله جيل محترم جدا، كلهم لعيبه كبار. يعني انا بقعد مع كل اللعيبه كبار من يعني الحمد لله، ما فيش مثلا حد مش كويس او كده، لا الفرقه كلها لعيبه كبيره محترمه. يعني انا قاعد في الاوضه على طول مع كابتن محمد نجيب من بقالي سنتين انا وهو مع بعض، ف لا اللعيبه الكبار كلهم اخواتنا بيتكلم معاك وبيديك نصايح، بما ان نجيب طبعا من اللاعبين اللي عندهم خبره كبيره جدا وحقق بطولات كتير جدا مع النادي ده. لا طبعا كابتن نجيب يعني بقول في السنتين دول بجد والله، يعني حتى انا بقعد اقول له والفرقه كلها حتى بتاخد، لا انا اتعلمت منه كتير جدا، من انضف الشخصيات اللي الواحد اتعامل معاها في بره الكوره وجوه الكوره والله، ومن ارجى اللعيبه اللي الواحد شافها وبيتعلم منها. يعني كابتن محمد نجيب ده انا السنه اللي فاتت واللي قبليها بيبقى في مواقف، بيبقى مثلا رجليه تعبانه مثلا متعور او مصاب او كده، بيدوس على نفسه ويلعب الماتش لا يعني اتعلمت منه حاجات كتير، وربنا يوفقه السنه دي ان شاء الله يبقى موسم احسن من السنه اللي فاتت بكتير ان شاء الله. احنا بقى لنا كام سنه 28 سنه ما وصلناش كاس عالم، فده في حد ذاته انجاز ان انت قدرت بالمجموعه دي ان انت توصل، وصلت نهائي افريقيا كان بقالك كتير جدا ما رحتش برده. ف يعني هو في امكانيات كده دي حاجه اساسيه، ان انت في امكانيات وباينه جدا، وغير كده ممكن بقى طريقه اللعب مثلا شويه، بس يعني اعتقد اللعيبه ادوا احسن يعني عملوا اللي عليهم، يعني ما نقدرش نقول غير كده اللي هم عملوا اللي عليهم، وربنا بقى يعني النتيجه دي بتاعت ربنا يعني. مش رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي حابب تقول لهم؟ يعني انا حابب اقول لهم ان احنا يعني كلاعيبه كلنا باسم النادي الاهلي كله، احنا ان شاء الله باذن الله السنه دي يعني نفسنا، وان شاء الله هناخد كل البطولات اللي احنا هندخلها، وبالذات بطوله افريقيا الماتشين القريبين اللي يوم 17 الماتش اللي جاي ده هدفنا الاساسي ان شاء الله بطوله افريقيا وكاس عالم الانديه ان شاء الله، وان شاء الله الدوري كده باذن الله مش هيخرج من الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان لقاء النجم محمد هاني، واللي اتكلم فيه زي ما حضراتكم شفتوا كده برضو شكل النادي الاهلي. لعيبه الاهلي الحمد لله رب يعني كلهم تحس ان هم شكل النادي الاهلي في ادابهم واحترامهم. محمد هاني كمان اثنى على الثنائي احمد فتحي وباسم علي، وقال انا بتعلم منهم وبيدوني خبره، وان شاء الله اوصل لمستواهم حاجه قمه في التواضع وقمه في الادب. برضو محمد هاني ان شاء الله يكون نجم كبير جدا، زي ما قلت لحضراتكم اشاد بيه الكابتن الكبير كابتن بدر رجب اللي هو مكتشف هؤلاء النجوم، وشفتوا التقرير اللي عرض امبارح مع الكابتن بدر رجب، وحتى الكابتن بدر رجب تاثر بيه جدا جدا لدرجه ان هو يعني دمع من كتر حب الناس ليه، ومن كتر ما قالوا ان هو فعلا مكتشف النجوم وابو الناشئين. اثنى على نجوم كبيره جدا كان من بينهم النجم محمد هاني. زي ما قلت لحضراتكم امبارح محمد هاني لعب باك رايت، لعب هاف رايت، لعب كمساك كمان. قلت لحضراتكم امبارح ان اللعيب او الكره الحديثه ما بتسميش اللاعب ان هو باك رايت، يعني محمد هاني مش باك رايت، لكن لما بيروح عند الباك رايت بيبقى الباك رايت محمد هاني. يعني ايه؟ يعني محمد هاني هو بيلعب باك رايت اساسا، لو قلنا محمد هاني باك رايت خلاص هو مش هيتحرك من الباك رايت بتاعه، يبقى مهامه بس كلها باك رايت رايح جاي مهام الباك رايت. طب افرض محمد هاني دخل في نص الملعب لازم يعرف واجبات ديفندر، افرض محمد هاني دخل في الحته الهجوميه لازم يعرف واجبات المهاجمين، هي دي الكره الحديثه. دخل في الحاله الدفاعيه ناحيه الشمال لازم يعرف واجبات الباك الشمال، هي دي الكره الحديثه. ما فيش حاجه اسمها يعني ما فيش لعيب بتلتصق بيه صفه المكان، يعني محمد هاني باك رايت، لا الباك رايت هو محمد هاني. طب لو راح الباك رايت او مكان الباك رايت، لو راح محمد نجيب بقى محمد نجيب الباك رايت، ومحمد هاني بقى هو المساك. هي دي الكره الحديثه، ما فيش تمركز لا تمركزيه في الملعب، وده الاسلوب اللي بتبعه جوارديولا، واتكلم عليه بدر رجب بصراحه امبارح وقال ان انا بعمل كده مع الناشئين من زمان جدا. يعني اخبار كتيره كمان جوه النادي الاهلي،
الكابتن خطيب ومجلس الإدارة بعث النهاردة برقية التهنئة لنائب رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد النيجيري أماجو بينيك. ده النيجيري أماجو. لغاية لا بس تعرفين الأسماء الأفريقية بصراحة ما بنقدرش نقولها زي ما هي بتتنطق بالظبط، لكن بنحاول نقول أقرب النطق النائب رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد أماجو. الكابتن خطيب ايضا زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل مع الدكتور محمد سراج في عزاء الراحل الكبير ابراهيم الجويني رئيس النادي الاولمبي السابق. خلينا في اخبار النادي الاهلي بتاعتنا. قطاع الناشئين بيشهد اختبارات كل يوم، بنقول لكم الاخبار بنقول لكم الجديد. قطاع ناشئين النادي الاهلي بيشهد اختبارات كبيره جدا جدا مع اكاديميه النادي الاهلي اللي بيقودها النجم خالد بيبو، لكن اعداد بالملايين امام بوابات النادي الاهلي في مدينه نصر لاختتام اختبارات النادي الاهلي. وطبعا كل الاهالي المصريه والعربيه ايضا نفسهم بس ولادهم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي ويدخلوا يتمرنوا داخل النادي الاهلي، عشان كده اعداد بالملايين. يعني لو معانا الكابتن فتحي مبروك يا رشاد ولا لسه جاهزين؟ طيب هيبقى معانا بعد قليل الكابتن فتحي مبروك عشان يقول لنا اخر اخبار الاعداد واخر اخبار النجوم الصاعده الواعده اللي اكتشفوها الكابتن فتحي مبروك وجهازه التدريبي او جهاز قطاع الناشئين التدريبي اللي بيكتشفوا نجوم اصعب مرحله اصعب مرحله. كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. بيك تحبيب ازيك؟ احنا تعبينك معانا بقى اليومين دول. لا معلش احنا تعبانين اصلا في الاختبارات قوي. انا عارف، ربنا معاك ربنا معاك. لسه بقول ربنا يكون الاجازه الفنيه كلها. لسه والله بقول اكيد لسه بقول اصعب مرحله هتواجهوها مرحله يعني اختيار البراعم الصغيره والناشئين اللي هم ان شاء الله يبقوا نواه لنجوم كبيره جدا فيما بعد يا كابتن فتحي. والله يا كابتن حميد يعني انا كمان يعني مش عايز اقول لك انا بأشفق على اولياء الامور حقيقي كمان. يجوا من 7 صباحا يمشوا الساعه 2 و3 الظهر في عز الشمس وفي عز الحراره اللي احنا فيها دي، وانا كنت بتاسف لهم جدا جدا على الفتره الطويله اللي بيقضوها، ولكن في سبيل طبعا اختيار عناصر ان شاء الله تمثلنا قريبا ان شاء الله. ده هم على قلبهم زي العسل يا كابتن فتحي، يعني ان هم يدخلوا النادي الاهلي يبقى قمه سعادتهم، دي حقيقه. والله يا كابتن حبيب بيصعبوا عليا بيصعبوا عليا، انا احنا في الملعب اجهزه فنيه وعمال واداريين اجهزه، ولكن هم كمان يعني بيجي الساعه 7 الصبح وابنه ممكن يخش الاختبار مثلا الساعه 12 او 1 تخيل. عشان كده انا يعني بفكر في الفتره اللي جايه ان شاء الله من عمرنا افكر ان احنا كل مرحله لازم على الاقل نعمل لها ساعتين، يعني بدل ما اجيبهم كلهم مع بعض لا افكر مثلا 99 يبقى مثلا من 7:30 ل 9:30، ال 2000 من 11 مثلا لحد 1، يعني كل مرحله تبقى واخده ساعتين عشان الناس تيجي ارتياحيه ما تجيش بدري وتفضل قاعده لحد الساعه 2:30. اعتقد ان كده افضل يا كابتن فتحي. غالبا بس انا الحته دي بيني وبينك كان طبعا انت عارف انا جديد على القطاع ما كانش في الحسبان، لان حضرتك ما عملنا الاستمارات الولاد بيبقوا على البيبان فبيدي على طول مواعيد من غير مواعيد، يعني بيديله تاريخ الميلاد وبيخش يستنى بقى دوره لحد ما المرحله اللي قضيت تنتهي ويخش المرحله اللي بعديها وهكذا. فانا ان شاء الله على فكره من يوم الاحد، ان برضو من يوم الاحد الناس اللي هتيجي بكره تشتري هنعمل الحته دي وهحاول اراعي بقدر الامكان ان احنا نريح الناس في يوم الاحد والاثنين ان شاء الله جايين. يعني يا كابتن فتحي طمني على النجوم اللي اكتشفتوها في الاختبارات الفتره الحاليه، يعني حوالي كام نجم ضمتوه؟ والله يا كابتن احنا في ناس كتير وفي ناس مش عايز اقول لك لعيبه، يعني انا حتى لما بوقف في الملعب بشوف كده الاولاد، انت عارف انا اتبعت اسلوب جديد يعني اتمنى ان كل الناس مبسوطه منه، ان هو الاسلوب ان انت بتدي اللعيب حريه الحركه في 5 دقائق، ياخد كله لعيب كوره. كل لعيب كوره حلو ده جديد فعلا، ما بين دريبلينج يعني عارف كل ما تتخيل من المهارات الاساسيه بيعملها في الخمس دقائق دول، يعني بول كنترول دريبلينج دي مش عارف ايه، ممكن يباصي ممكن يرقص، كل هذه الامور انا اديت له كده حريه 5 دقائق. من 5 دقائق دول ممكن المدربين اللي قاعدين واحنا كجهاز فني ممكن تلقط حد مهارته كويسه. ومعظم الولاد اللي احنا بنلقطهم على فكره ولاد يعني اجسامها صغيره بس لعيبه كوره خياليين، لعيب الكوره بيعملوا حاجات يعني غريبه الشكل. تمام. حتى بعد كده المرحله بعديها بنخش في تقسيمه وفي التقسيمه بنكتشف الحمد لله اولاد كتير، او احنا في المراحل السنيه اللي فاتت الحمد لله في عدد كويس اكتشفناه وهنعمل تصفيات ان شاء الله
يوم 10 و11 و12 ان شاء الله للثلاث مراحل دول. ان شاء الله كابتن فتحي كل التوفيق لحضرتك، وانا عارف ان مجهود كبير عليك، لكن المجهود ان شاء الله يكلل بالنجاح وتكتشفوا مزيد من النجوم الاهلاويه الصاعده الواعده باذن الله. كابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. يعني كمان كابتن فتحي مبروك ضم عنصر مهم جدا جدا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، والكابتن الكبير الكابتن هاني رمزي مساعد او المساعد الفني للكابتن فتحي مبروك، عنده خبرات كبيره جدا جدا، عنده حاله احترافيه كبيره، عنده حاجات كتير هيديها لقطاع الناشئين النادي الاهلي، وهيبقى اكيد فائده كبيره جدا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن هاني رمزي بخبراته كان محترف ولا اروع، وكمان كان صوره طيبه للمحترف المصري في المانيا، كمان لما كان لعيب في النادي الاهلي كان حاجه كبيره جدا للناس اللي ما شافوش. كابتن هاني رمزي كان لعيب عالي جدا من اول ما طلع، دلوقتي بيتولى مسؤوليه مساعد او المساعد الفني لمدير قطاع الناشئين اللي هو الكابتن فتحي مبروك، واكيد هيضيف كثير من الخبرات لهذا القطاع العريق. امبارح كان في جوله كبيره مع كابتن بدر رجب، وقال لنا اسرار كتير جدا في قطاعات ناشئين النادي الاهلي، وقال ان هذا القطاع بيشهد لعيبه ولا اروع. اكيد طبعا، يعني لو قطاع الناشئين في النادي الاهلي ما شهدش كل هذه الاعداد، وكابتن فتحي مبروك بيقول كمان يعني بيشفق على اولياء الامور، جو حر جدا يا جماعه، وانتم عارفين درجه الحراره بتعدي ال 40 الايام دي، لكن اولياء الامور على قلبهم زي العسل، ممكن يقعدوا طول النهار في النادي لكن ابنهم يشوفوه في الاخر يرتدي فانيله النادي الاهلي ويبقى ممثل ليهم في النادي الاهلي، بيبقى كلهم يعني مش عايز اقول لكم منتهى السعاده ومنتهى الفخر. ده جزء من الاختبارات. كمان الكابتن فتحي مبروك اتكلم على جزئيه مهمه جدا، قال ان هو اعطى لكل لاعب كره عشان يطلع احسن ما عنده في حوالي 5 دقائق او حاجه. كمان دي غير ان هو بيشوفه كابتن فتحي مبروك وبيدي ثقه كمان للاعيب ان هو يحاول يتعامل مع كوره اول ما ينزل، مش اول ما ينزل على تقسيمه على طول. انتوا عارفين اللعيب رايح كانه رايح امتحان فعلا، خايف ومرعوب، ممكن ما يطلعش الا عنده 10% وهو يكون لعيب جامد جدا، وممكن ما يعرفش يلعب اساسا، لكن حته ان هو يديله كوره ويلعب بيها ويعمل دريبلنج تنطيق يعني ويجري بيها ويشوف سبرنتاته، اعتقد كمان بتديله ثقه مهما كان سنه صغير او كبير. ده كان الكابتن فتحي مبروك ووصف جزئيه اختبارات النادي الاهلي، هو كمان بيقول ان انا احاول اطور موضوع دخول اولياء الامور بحيث ان هو يدخل على فترته تحديدا، ما يدخلش ويستنى دوره. اعتقد ان هي جزئيه مهمه جدا يا كابتن فتحي، كل التوفيق لحضرتك. كمان النادي الاهلي فرع مدينه نصر بيشهد كمان مسابقات بطوله منطقه القاهره للسباحه، واعتقد ان احنا ميداليات كتيره جدا جدا، فرق 13 و14 سنه للسباحه بالنادي الاهلي بتواصل نتائجها القويه جدا في حصد الميداليات في مجمع حمامات السباحه بفرع النادي بمدينه نصر، تستمر فعالياتها حتى يوم 15 من يوليو الجاري. المنافسات شهدت فوز محمد مشهور بالمركز الاول لمرحله ال 13 سنه، وشهدت ايضا في سباق 50 متر صدر حققت هاجر طارق المركز الثالث بمنافسات 14 سنة، في سباق 200 متر حرة لمرحلة 13 سنة حققت ملك أحمد حلمي المركز الأول، وجمانة طارق يحيى المركز الثالث. جمانة طارق يحيى دي يا جماعة عايزين نتأكد طارق يحيى بنت الكابتن طارق يحيى ولا هو تشابه أسماء؟ طيب يعني هو الكابتن وائل عزت بقى رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. كابتن وائل اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا ازيك كابتن عبد الحميد، واهلا جمهورنا ومشاهدينا، ومساء الخير عليكم وعلى جمهور النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب ودايما بتنورنا في الاستوديو يا كابتن. حضرتك طيب والقناه كلها طيبه ان شاء الله. يعني طمني بقى على اولادك السباحين اللي عاملين ارقام جامده جدا وعاملين بطولات جميله جدا وميداليات ما شاء الله، يعني عايزين نمسك الخشب. والله الحمد لله احنا كان عندنا بطوله القاهره ابتدت، تعرف حضرتك في بطوله تنشيطيه وعلى كده في بطوله القاهره حاليا. اكيد. الحمد لله اول مرحله اولاد وبنات 2007 ربنا كرمنا وكسبناها باكتساح. وتعرف ان احنا عندنا نادي وادي دجله ونادي اليوكفس ونادي المعادي بينافسونا منافسه قويه. كسبنا 2007 ان شاء الله، واحنا دلوقتي بنلعب البطوله في 2004 و2005، والحمد لله الاربع مراحل
ماشيين اول الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا بالاسماء اللي بقولها والبطولات اللي انا قلتهم جومانا طارق يحيى، هل ده تشابه اسماء طارق يحيى الكابتن طارق يحيى ولا تشابه اسماء؟ انا قلت كان زمان الكابتن طارق يحيى دلوقتي معانا على طول. لا عندنا ابطال كتير وبنوعد النادي والناس اللي بدأوا الامور والمتابعين ان شاء الله دول هيبقوا ابطال النادي الاهلي. عندنا احمد اكرم وعندنا علي خلف الله لسه جايب ميداليه برونز في بطوله البحر الابيض، وعندنا هاني مورو وعندنا ناس. طب احنا مش عايز بس ايه تنسى حد احمد حمدي، مش عايز انسى حد عشان بيزعلوا مني. تمام اكيد عندنا أكيد. دول ان شاء الله نواه لابطال النادي الاهلي ان شاء الله بتوع السباحه يا رب. حضرتك بقى عندك علم كمان اتفضل، ودي حاجه مهمه. عندنا دلوقتي اربع اولاد منتخب كره الميه طالعين بطوله العالم في المجر. عندنا ثلاث بنات 15 سنه في منتخب الباليه ما شاء الله طالعين بطوله البحر الابيض. عندنا الله. اربع بنات في منتخب 18 سنه في البنات برضه باليه طالعين بطوله العالم. عندنا سبع اولاد وبنات في الغطس طالعين بطوله البحر الابيض ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني طفره كبيره. انا بشكر كل اللي شغالين معايا من اصغر عامل لاكبر واحد في الجهاز على المجهود اللي عاملينه، لان ده مجهود الحمد لله بيكفيله بالنجاح، وده بنخلينا في الاخر يقول ان الناس دي بتشتغل كويس الحمد لله وبتطمع في المزيد. اكيد اكيد يا كابتن وائل، هو الشغل بيبان والعمل بيبان من النتائج اللي حضراتكم بتعملوها من غير ما تتكلموا بصراحه، ودي حاجه يعني كلكم ليكم كل الشكر والتقدير. العمل باين وما شاء الله الابطال. انا كنت اسال حضرتك على ابرز الابطال حضرتك قلتهم لي، كنت اسال حضرتك كمان على شكلنا العالمي، حضرتك برضو عددت لي الابطال اللي داخلين في المسابقات العالميه. عايز اعرف يعني مستقبل كره او مستقبل العاب الماء بالنادي الاهلي مع حضرتك، ايه الطموح اللي مستنيه حضرتك من هذا الجهاز؟ الطموح عندي ان انا اولادي كلهم يبقوا في منتخب مصر. الطموح عندي ان اولادي يتمثلوا في بطولات بحر ابيض وبطولات عالم واولمبياد، لان خد بالك حضرتك عندك 2020 ان شاء الله ان شاء الله بمشيئه الله بوعد النادي والجمهور والناس ان هيبقى لينا زي كده كوتا كبيره من اولاد النادي الاهلي في جهاز العاب الماء موجودين في اولمبياد 2020، وان شاء الله يكون عند حسن الظن وحد فيهم يحقق ميداليه ان شاء الله بمشيئه الله. عندنا بالمناسبه مثلا مع عبد السلام دي لعيبه غطس موجوده دلوقتي في جامعه، اكبر جامعه في امريكا بتاعت غطس ان شاء الله بتعد ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي بتعد ان شاء الله عشان تروح اولمبياد 2020. عندنا السباحين الكبار اللي انا كنت بذكر حضرتك اسمهم كلهم في امريكا بيعدوا يعني مش عايز اقول لحضرتك عندنا كوكبه كبيره. عندنا كره الميه الولاد طالعين بطوله العالم ان شاء الله يبقى المنتخب متحد الاولمبياد، فان شاء الله بمشيئه الله ان شاء الله يحققوا نتيجه تكون مشرفه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل كل التوفيق لحضرتك وان شاء الله مزيد من البطولات والميداليات. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، شكرا جدا لحضرتك. خلينا في نفس الشكل، العاب نادي الاهلي الاخرى، طائره الاهلي تواصل الاستعداد للموسم الجديد، تواصل فرق النادي الاهلي لكره الطائره ناشئين ونشئات الاستعداد بكل قوه الموسم الجديد من اجل حصد البطولات. ما شاء الله برضو فرق الطائره ناشئين ونشئات وحتى كمان كبار السن ما شاء الله حاجه، او الفريق او الفرق الاولى يعني ما شاء الله حاجه جميله جدا. هنشوف تفاصيل اكتر في التقرير اللي هتشوفوه قدام حضراتكم حالا. عندي اهداف السنه دي ان شاء الله. الهدف الاول عندي بطوله القاهره اعتقد في شهر سبتمبر ان شاء الله يا رب. الهدف الثاني في عندي بطوله الجمهوريه، انا معايا 24 لعيب الى الان، طبعا هصفي طبعا الفرقه ممكن يبقى 18 لعيب عندي، طبعا هختار احسن عناصر ممكنه. عندي هدف اهم من ده ومن ده، بهتم باللعيبه بحيث ان انا اختار اهم لعيبه ممكن تكمل مع فريق الاول مستقبلا، وفعلا في عناصر كده جدا مع الفرقه وممكن تكمل مع النادي، فده هدف ليا ان انا بدور على مين اللعيب اللي يقدر يكمل مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو ده دور المراحل السنيه. وان شاء الله بيتي طبعا ومطرحي، وسعيد جدا ان رجعت لبيتي بعد فتره حوالي 5 سنين كنت خارج مصر، واول حاجه فكرت فيها ان انا ارجع الاول لبيتي، وان شاء الله كده اكبر مع بيتي يعني كده فرق معايا كويس ان شاء الله. ان شاء الله ممكن تكون القاهره في شهر 9، يعني ممكن كده هعمل اعداد ليا نشاط وديه ممكن في شهر 8 اخره. لا طبعا لسه بختار الفرقه بتاعتي، بحاول ان انا اكتشف مين فيهم ممكن ينفع في مركز 4-2 أو 1 او بلاي ميكر، او لو في لعيب ممكن ان هو يتغير من مكان لمكان. دلوقتي بكتشف الاول المكان ده.
بعد كده هبدا ان انا اشكل الفرقه واحده واحده ان شاء الله باذن الله رب. طبعا ده واضح عليا ان انا مش قادر اتكلم واضح طبعا، ولكن انا بحب جدا ان اللعيب تبقى عنده معلومه ويفهمها من الاول. لما يفهمها من الاول بعد كده نشتغل مع بعض واحده واحده. طبعا بكرر كل شويه كتير جدا ان من اهم مرحله المرحله دي، لو هو كبر من هنا وعارف هو رايح فين او ماشي ازاي او واخد القواعد بتاعه اللعبه صح، سواء الخطوات او سواء التمرير او او او، هيكبر على الكلام ده. وانا حتى من عادتي لو بص كده حتى لو دخل الملعب هتلاقي ان انا بمرن في طريق الفريق الاول، مهاراته الاساسيه بقى عندي من البجر وصابه والحاجات دي، بيبقى عندي كمان ان انا الملعب نفسه سيستم الملعب دفاع الهجوم او واخد سيستم الفريق الاول، بحيث ان هو من صغره يبدا يمشي واحده واحده معايا الى الفريق الاول ان شاء الله. مع 24 لعيب فطبعا بتكلم معاهم مين فيهم احسن، الاحسن هو اللي هيسبق. انا بدي الفرقه كلها زي بعضها، نفس التمرين هو هو او نفس الجرعه هي هي، مين بقى هيستفيد او مين هيسبق هو ده اللي بتكلم عليه. يعني انا مش بختار مين يلعب في الملعب، لا، يعني كل لاعب يختار نفسه انا بره او انا جوه، مش انا خالص يعني. فده السيستم بتاعنا دلوقتي ماشيين عليه ان شاء الله لغايه اخر الموسم باذن الله. طبعا النادي الاهلي طبعا عودنا دايما ان هو بينافس على اي بطوله، هيبقى عندنا بطوله القاهره والجمهوريه، ده اللي هو التنافس السنه دي ان شاء الله. بتمرن من دلوقتي بحيث ان انا اوصل اللعيب ان احنا النادي الاهلي التيشيرت الاحمر مهم جدا، ان انا عندي مركز اول مركز ثاني بيساوي لي انا شخصيا هزيمه مش مكسب خالص يعني. طبعا بربي الكلام ده عند اللعيبه من صغرهم، واكيد هم ولاد النادي وان شاء الله هيرفعوا راسنا باذن الله. احنا بدأنا من اول 6 فترة الاعداد، ان شاء الله فترة الاعداد بتاعتنا موجودة 3 شهور، شغالين الفترة دي تقريبا على في عندي 3 ايام ثبتهم تمرينتين في الاسبوع في اليوم صبح وبالليل، في 3 ايام تانيين بنعمل فيهم 3 ساعات، يعني تقريبا متوسط الساعات في الاسبوع حوالي 18 ساعة، بنتمرن 6 ايام في الاسبوع. عندنا شهر 6 و7 و8 دول غالبا اللي هم الثلاث شهور دول بتوع فترة الاعداد، غالبا بتبقى المسابقه بتبدا ان شاء الله بطوله القاهره من منتصف شهر 9، بدايه من شهر 9 ان شاء الله بنبدا ماتشات وديه كده استعدادا ان شاء الله لبطوله المنطقه. المرحله دي بيبقى نصها طالع من تحت مواليد ال 12 سنه، بتبقى مرحله مختلفه خالص عن اللي تحت، مساحه الملعب بتختلف طبعا، المجهود اللي كانوا بيعملوه في الملعب غير اللي بيعملوه عندنا دلوقتي في ال 14، زائد كمان ان هي وقفه الملعب بتختلف، فتقريبا بياخدوا مجهود يعني غير عادي زي ما حضرتك بتقول طبعا، لان مرحله غير المرحله، فبياخدوا مجهود في فتره الاعداد مجهود عالي جدا، زائد ان عدد الساعات بتبقى عدد ساعات اكتر من هم بيتمرنوا عليها، لان عندهم في الملعب الصغير كانوا بيتمرنوا 4 لعيبه والماتش 4 لعيبه، دلوقتي بقى 6 مساحه الملعب اكبر، فالمجهود البدني غير المرحله بتاعت ال 12 سنه غير ال 14 طبعا. احنا في فتره الاعداد بنشتغل كتير جدا على المهاره وعلى تصحيح الاخطاء، لان الملعب قلت لحضرتك مساحه الملعب الصغير غير الملعب الكبير، فالمجهود اللي كان بيتعمل في الوقت في الملعب الصغير غير الملعب الكبير، فالمجهود البدني بيزيد والمهاره نفسها بتزيد، لان المساحه بتاعه الملعب الصغير ما بتطلبش مجهود بدني اعلى ولا بتطلب مهاره عاليه، لا هنا بتطلب مهاره اعلى وبيطلب ان هو يوصل الكوره بطريقه معينه وبشكل معين، فطبعا التدريبات بتختلف. طبعا احنا بنشتغل في عامه في مرحله ال 14 سنه دي زي ال 16 زي ال 18، بيبقى عندنا بطولتين يعني عندنا في الموسم قمتين، القمه الاولى اللي هي بطوله منطقه القاهره والقمه الثانيه اللي هي بطوله الجمهوريه ان شاء الله، دي غالبا بتبدا يعني في منتصف شهر 12 على اواخر شهر 12 كده ان شاء الله. احنا دينا بنشتغل وربنا يسهل، لان الفرقه دي محتاجه شغل، لان كانوا طالعين من ال 12 سنه واخدين ثالث تقريبا ما حصلوش على البطوله، فعايزين مجهود عالي جدا، لان اللي قاعد غير مش كل الفرقه كانت قاعده، يعني تقريبا 3 4 عناصر بس الموجودين اللي هم عندهم خبره، فان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا ناخد مركز اول ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لحاجه تانية خالص، واحنا متعودين نتابع معاكم على طول الاعمال التفقديه اللي بيكون بيها مجلس اداره النادي الاهلي في فروعه الثلاثه في مدينه نصر او الشيخ زايد والجزيره كمان، بنشوف اخر تطورات الاعمال الانشائيه اللي بتجرى حاليا مع مجلس الاداره وفي الفروع الثلاثه تحت اطار برنامج عائله الاهلي واللي كان داخل بيه الكابتن محمود الخطيب. كل حاجه قدام حضراتكم بتشوفوها اول باول، وهنشوف التقرير اللي قدام حضراتكم هيتذاع حالا دلوقتي اللي بيحصل فيه فروع النادي الثلاثة.
نوضح الصورة كده بملخص بسيط للناس، انه بداية المجلس الادارة الحالي على رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب، كان في برنامج موضوع وقت الانتخابات، بانه من ضمن البرنامج هو تطوير منشآت النادي الاهلي بالكامل، وتغيير او يضيف طابع معين، روح جديدة للنادي الاهلي تناسب اعضائه وتناسب اعلى مؤسسة رياضية موجودة تقريبا في مصر الحمد لله. بعد الانتخابات مباشرة كابتن محمود وقف على الأحداث مباشرة هو والمجموعة المنتخبة، طلبوا ان هم يبتدوا في المشروع، وجي عمل زيارة هو ومع الوزير العمري فاروق في الجهاز، قعدوا معنا هناك واتفقوا على انه الجهاز يقوم بأعمال التطوير والمنشآت الجديدة للنادي الأهلي. الحقيقة احنا بدأنا من اول يوم بعد نجاحه مباشرة، ابتدينا نحط تصورات لشكل التطوير بتاع النادي والطباع الطابع اللي احنا بنفكر فيه، عرضناه لكابتن محمود والمجلس بتاعه، وهم يعني لقى قبول واستحسان كبير، والحمد لله زي ما انتم شايفين انه الشكل والطابع ابتدى يتغير تماما وبقى يليق الحمد لله للنادي الاهلي، وان شاء الله في احسن. هنا في اهلي مدينه نصر، فرع مدينه نصر، الحقيقه احنا عندنا من البدايه خالص مشروع تطوير البوابات والاسوار للنادي الاهلي، ده طبعا الناس حاسه باختلاف رهيب، لانه السور القديم او السور الخلفي كان للنادي الاهلي كان سور الى حد ما مهمل شويه، ابتدينا بيه لانه هو ده اكتر حاجه كانت هتفرق طبعا مع النادي، والحمد لله احنا الجدول الزمني اللي احنا حاطينه لجميع المشاريع ان شاء الله احنا واقفين عليها على قدم وساق ان شاء الله، ان احنا نسلم قبل مواعيد المشروعات. احنا المنطقة الخلفية هي المنطقة المدرجة في الخطة السنة دي لحد آخر السور لحد مكان الأكاديمية. السنة الجاية إن شاء الله أو المرحلة اللي جاية بإذن الله ربنا يكرمهم، وحنبتدي نشتغل في السور كمان بتاع الطريق الرئيسي. داخل معنا في الخطة السنة دي كمان البوابات، البوابة الرئيسية والبوابة الفرعية، زي ما اتعرض على الناس أو زي ما كابتن محمود عرضه في المؤتمر بتاعه، دول هيبتدوا برضو شغل إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، هنبدأ شغل فيهم الاتنين على التوازي، وبمجرد ما يبدأوا بإذن الله هنقدر نحدد إن شاء الله كمان مواعيد تسليمهم، وإن شاء الله مواعيد تسليمهم هيبقى برضو في الفترة المحددة، ويعني إحنا هنبتدي نسلم تباعا من شهر 12 وإحنا ماشيين المراحل اللي جاية إن شاء الله. كان مهم جدا بالنسبة للفرع هنا وجود حمام سباحة تاني، لأنه المجمع الحمام السباحة الحقيقة التكدسات فيه كانت عالية جدا، اتعمل دراسة للحمام السباحة المنطقة الترفيهية، وبحس انه كمان يكون حمام ما يكونش حمام تدريبي، يكون حمام خاص بالأعضاء فقط، حمام ترفيهي في منطقة أكوا للأطفال، وفي أمواج صناعية، وحيبقى أول نادي تقريبا بيعمل أمواج صناعية في حمام سباحة في مصر. شغالين فيه دلوقتي، احنا بنطور المناطق بتاعة غرف الملابس، وبنبتدي دلوقتي كمان في جسم الحمام والمكان خزان الموازنة، شكر لتكنيكال كله. وحيبقى للحمام ده تحديدا بوابة منفصلة تماما كمان بشكل البوابات المعروضة اللي اتعرضت ايام المؤتمر. نيجي في المنطقة اللي بعد كده، هي منطقة الفود كورت، ومنطقة الفود كورت دي اللي هي كانت منطقة التنس القديمة. المنطقة دي الحقيقة من المناطق اللي هتبقى جذب عالي جدا لأعضاء النادي، لأنه العضو في النادي هنا كان عنده مشكلة أنه أماكن التكدسات بقت عالية جدا، فالملعب ده اتنقل، ملعب التنس اتنقل تحت، والمنطقة دي كانت خالية تماما، ابتدينا عملنا دراسة عليها، وحيبقى منطقة قعدات التصور بتاعها هي تقريبا يعني تصور لو كنتوا شفتوه او عرضتوه اكيد، يعني التصور بتاعه قطعة من نوادي أندية عالمية يعني، او فنادق كمان، فيها شلال مية متحرك، فيها اماكن جلوس كتيرة، وفيها منطقة فود كورت وتوزيعات للمناطق الخدمات العلوية هتستوعب كثافات عالية ان شاء الله. دايما كابتن محمود الحقيقة عامل اجتماعات كتيرة بالإدارة الهندسية، وطبعا على رأسهم طبعا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للمجلس. الاجتماع ده دايما بيتناقش فيه متطلبات العضو، طفل وأب وأم وذوي الاحتياجات الخاصة والجد والجد
جدة طبعا بيدرس بعناية وتفصيل جدا خدمات كل واحد واحتياج كل واحد على كل مشروع على حدة. والحمد لله احنا يعني ربنا يكرم احنا ماشيين بخطة كويسة ان شاء الله. ده كان تقرير قدام حضراتكم كل حاجة عرضها الكابتن محمود الخطيب في برنامجه الانتخابي وشفتوها معاه كمان في المؤتمر اللي عمله المؤتمر اللي عرض كل الأعمال الإنشائية الجديدة بالصوت والصورة إن شاء الله هتلاقوها في الواقع بإذن الله في أقرب وقت ممكن. هو قال هنبدأ نسلم من بعد شهر 12. احنا دايما مهتمين ان احنا نشارككم في كل حاجة بتحصل في الأعمال الإنشائية تحديدا يوم بعد يوم. نشوف المباراة اللي اكيد حضراتكم كلكم بتحاولوا تتابعوها مباراة الاهلي وبطل سلوفينيا اولمبيا. امير هشام معانا جاهز؟ طيب لغاية لما امير هشام يجهز هنجيب امير هشام على التليفون عشان يطمننا على مجريات الشوط الاول وايه اللي حصل فيه والنتيجة كام ومين اللي تألق وشكل الاهلي كان عامل ازاي وشكله الفني هل هناك تغييرات ولا لا من باتريس كالتيرون. كنا بنلعب بطريقه دفاعيه او طريقه يغلب عليها الحاله الدفاعيه ولا بنلعب بطريقه هجوميه كان في استحواذ. هنحاول نشارككم في كل حاجه اعتقد المباراه بتتابعوها على وسائل الاتصالات الوسائل المختلفه للسوشيال ميديا لكن هنحاول نطلعكم على اهم ما حصل في الشوط الاول او اهم ما حدث في الشوط الاول. ممكن يكون مستمع التليفون على فكره من دوشه المباراه. عايز اقول لكم عناوين اخبار مش هقول لكم طبعا الاخبار كلها يتقالت مع زميلي محمد سعيد. اتحاد الكوره بيطلق اسم الراحل الجويني على الدوري الجديد وايضا بننعي طبعا وفاه المدرب الكبير مدرب حراس مرمى المنتخب الاسبق محمد سلام الله يرحمه ويحسن اليه وللاسره كل الصبر والسلوان. نجوم كتيرة بتروح مننا في هذه الأيام. وكمان الجبلية بتستعين بلائحة الفيفا قبل وضع عقوبات شغب للجماهير الموسم المقبل. طب هاتوا الجماهير وبعد كده نحط العقوبات بتاعته يعني إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. احنا قلنا قبل كده الحاجات الرضعة هي حماية للجماهير حماية للجماهير مش أكتر من كده يعني. لما أنا يبقى فيه أو أنا مشاغب بعرف إن أنا لو عملت حاجة هتعاقب عليها وهتعاقب عليها عقاب قوي جدا اكيد اللي جنبي هيبقى مطمن ومفيش اي مشاكل. امير هشام مش جاهز هو اكيد مش هيبقى سامع تليفون دوشه المباراه اكيد في دوشه كبيره. طيب هنطلع دي كانت اخبارنا اللي كانت في الفقره الاولى. الفقره الثانيه بتاعتنا معانا نجمه مصريه حائزه على بطوله العالم في الكاراتيه سنه 2014 وحائزه على الميداليه الفضيه في بطوله العاب البحر المتوسط اللي اقيمت منذ 22/6 وحتى 1/7/2018. نجمه مصريه لكن نجمه اهلاويه النجمه جيانا فاروق. هنطلع فاصل عشان نستقبل نجمتنا. استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني منوروني ومشرفوني في الاستوديو بطله العالم ما شاء الله يا جماعه، يعني 8 مرات. انا اول مره بقعد الان بصراحه، يعني انا احاول ما اضايقهاش عشان ما يحصلش حاجه في الاستوديو. بطله العالم 8 مرات 7 مرات 8 8 مرات ما شاء الله في الكاراتيه، والبطوله وخدت الميداليه الفضيه في بطوله العاب البحر المتوسط التي اقيمت في الفتره من 22/6 ل 1/7. جيهانا منوره الدنيا، ميرسي. ربنا انا قاعد انا هقعد. بصي مش عايز، يعني انت لو عايزه تدير الحوار ديري. لا والله خالص. يعني ضربتي كام واحد كده في في اللعب ورا بره ولا بره اللعب؟ بره اللعب. لا ما ضربتش حد الحمد لله. الحمد لله منوراني ومشرفاني، ميرسي ربنا. يعني ما شاء الله ارقام ولا اروع. احنا اسفين ان احنا قدمنا 5 مرات، هم 8 مرات. انا بعيد على حضراتكم. 8 مرات بطوله العالم حاجه جميله جدا، واعذرونا بقى ان الكوره واخده يعني حيز اكبر في حياتنا. يعني يعني الالعاب الفرديه للاسف مش واخده حقها في مصر. ده حقيقه، ده فعلا كلام مظبوط. يعني احنا يمكن الناس عرفت عنا او سمعت ان احنا كنا في دوره العاب البحر المتوسط، هو بس عشان خاطر الكره خسرت في كاس العالم. لو كانوا كسبوا محدش كان عارف عننا اي حاجه. يعني لا احنا كنا متابعين اخباركم، دي حقيقه. يعني كنا جنب جنب اخبار المنتخب كنا بنقول اخباركم، بس طبعا ما بنديش الحيز. انت عارفه الكوره يعني مستحوذه على الناس، معظم الناس في العالم مش في مصر يعني. لكن الالعاب الفرديه نحاول ان شاء الله ان احنا نهتم بيها، خصوصا ان احنا عندنا بطل اهو 8 مرات. يعني حاجه جميله جدا. لو تفتكر الاعوام تفتكريهم؟ طبعا اول حاجه كانت في بطوله العالم للشباب في ماليزيا 2011. بعد كده كانت في اسبانيا 2013. يعني كان اول بطوله لينا في 2011 مظبوط. الشباب تمام. مظبوط. بعد كده كانت في 2013 منتخب تحت 21 سنه في اسبانيا. بعد كده كان في 2014 انيسات، عملت فيها ذهب الفردي وذهب الجماعي، دي كانت في المانيا بريمن. بعد كده 2015 تاني مره تحت 21 سنه، وديت كانت في اندونيسيا. وفي نفس السنه برضو عملت ذهبيتين الفردي والجماعي في بطوله العالم للجامعات. واخر حاجه في 2016 كانت بطوله العالم للانسات، وديت كانت في النمسا. عملت فيها ذهب الفردي وبرونز الجماعي. ان شاء الله ان شاء الله نمسك الخشب. طب ليه خدنا بقى ميداليه فضيه البطوله اللي فاتت؟ والله يعني انا بالنسبه لي دوره الالعاب اللي فاتت كان ليها شويه ظروف خاصه عندي، خاصه ان انا في كليه صيدله، فكنت في امتحانات، كانت فتره امتحانات وكانت حلو. يعني الحمد احنا لله. كده بنشجع الناس ان الدراسه مش بتعوق الرياضه او العكس. لا خالص. هو الموضوع بس محتاج كليه صيدله كمان ان شاء الله، جامعه القاهره كمان. يعني انا بصراحه انا كنت حقوق، فانا مش عارف جامعه القاهره شكلها ايه في الصيدله. فكان بس لظروف امتحانات وكمان رمضان، فما كناش عارفين نتمرن قوي زي ما نتمرن للعادي. بلس ان انا كمان كنت قاعده فتره كده سنه تقريبا بعيد عن الملاعب شويه، كان عندي اصابه بتعالج منها، كان عندي شويه مشاكل في الكليه كنت بحاول انقذ نفسي عشان ما اقعش فيها خالص، كان عندي شويه مشاكل كده شخصيه واسريه، فدي بعدتني فتره عن عن الملاعب بالظبط حوالي سنه تقريبا. فده كان يعني كنت بحاول اكام باك بقى من القعده اللي انا قعدتها، فدي كانت اول حاجه بالنسبه لي يعني تعتبر رسميه. تمام. طب احنا هناخدك برضو معانا في الكوره شويه. ماشي. يعني عشان الاهلي بيلعب مباراه وديه، كل الجماهير بتستنى نتيجتها، ونشوف تفاصيلنا مع امير هشام. امير اهلا بيك يا امير. اهلا بيك يا كابتن ميدو، بجد التحيه ليك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خليني اقول لك ان يلا الثاني ابتدى بالظبط بقاله حوالي 8 دقائق. التغيير الوحيد اللي عمله باتريك سيرتيون ان شريف اكرامي نزل مع بدايه الشوط الثاني مكان محمد الشناوي، لكن بقيه الفريق زي ما هو، ما فيش اي تغييرات في التشكيل غير التغيير ده. وخليني اقول لك ان في الدقيقه السادسه بالتحديد فريق اولمبيا احرز هدف من ضربه جزاء، يعني ضربه جزاء اتحسبت على النادي الاهلي نتيجه ان الكره جت في ايد سعد سمير، حسبها الحكم وبالتالي قدر يحرزها احد لاعبي فريق اولمبيا، فبالتالي النتيجه دلوقتي 1-0 لفريق اولمبيا على النادي الاهلي. تمام. يعني ابرز الفنيات يا امير، يعني عشان اطمن الناس، شكل كارتيرون مع الفرقه كان شكله ايه؟ يعني الشكل يعني مبشر جدا يا كابتن، يعني في اداء يمكن جايز، يعني لسه طبعا اللاعبين ما وصلوهمش التفكير او الفكر اللي عايز يلعب بيه مستر سانشيز بنسبه 100%، لكن بنسبه كويسه. يعني ابتدوا يفهموا الفكر اللي عايز يلعب بيه، الامور ماشيه بشكل كويس بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الاداء جايز مش وحش، بما انها مباراه وديه، ويعني مباراه وديه مهمه قبل مرحله اخرى اكثر اهميه، لكن
العديد من الاسماء الجيد ابرز اللاعبين النهارده في المباراه يمكن وليد سليمان وهي مؤمن زكريا وجونيور اجاي بيقدموا مباراه كبيره جدا. فبالتالي يعني حتى الان احنا دلوقتي توقف في ال 10 من الشوط الثاني وان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه دي ويقدر ان هو يخرج بالاهداف المطلوبه من الجهاز الفني. قول لي بس مين صانع العاب الفريق وانا سيبك تتفرج على الشوط الثاني عشان ترجع لنا ثاني ان شاء الله. طيب الشوط الاول كان وليد سليمان صانع العاب الفريق يعني هو اللي كان في النص تحت صلاح تمام. الثاني انا شايف جونيور اجاييه تقريبا يعني مثل باتريك كاترون بيجرب جونيور اجاييه في هذا المركز فهو المتواجد وكمان في تبادل ما بينه وبين صلاح محسن في هذا المركز ممكن جونيور اجاييه حسب مجريات الامور ومجريات اللعب ممكن جونيور اجاييه هو اللي يخش في كمهاجم مكان صلاح محسن يسقط صلاح محسن شويه لكن مع بدايه الشوط الثاني كان جونيور اجاييه هو اللي صانع العاب النادي الاهلي بعد ما كان وليد سليمان في الشوط الاول هو صانع العاب النادي الاهلي. تمام احنا هنسيبك بقى عشان احنا كمان معانا نجمتنا جيانا فاروق نجمه مصر والحائزه على بطولات كبيره جدا ميداليات ذهبيه كبيره جدا احنا بنحييها برضو من خلالك يا امير وان شاء الله نرجع لك تاني بعد الشوط الثاني طمنا اكيد وبنبارك لها طبعا على الميداليه بتاعتها دي ربنا يخليك هنرجع لك تاني يا امير شكرا جدا مش عايز اخد انا من وقتك كتير بصراحه لكن هو احنا خسرين 1-0 ضربه جزاء زمال امير تغيير واحد شريف اكرامي مكان الشناوي لكن المباراه في الاول وفي الاخر تجريبيه وان شاء الله تكون نتيجتها بعد الشوط الثاني واكيد هنطمن من خلال امير هشام بعد الشوط الثاني نرجع بقى لنجمتنا احنا كنا بنتكلم ان كان عندك ظروف استثنائيه دي اللي خلتنا ناخد الميداليه الفضيه مظبوط كده احنا مش مرتبطين لسه لا الحمد لله طب لو جه حد بقى قالك يا جانا احنا عايزين بقى نستقل بحياتنا ونبعد عن الرياضه والله هو جه حد قبل كده بس ما حصلش نصيب بس يعني هو ما كانش عنده اعتراض في موضوع الرياضه يعني واعتقد ان اللي هيجي المفروض يبقى متفاهم فكره ان انا شخصيه رياضيه وان انا بلعب رياضه بقالي اكتر من 18 سنه تقريبا فهي جزء كبير من حياتي يعني فما ينفعش حد يجي يقول لي لا احنا مش هنكمل لا سيبني انا اللي اخد القرار لا ما مش قصه تتنازل يعني هي قصه ان هي دي حياتي فهو لازم يتفهمها يعني زي ما انا برضو الشخص الارتبط بيها تفهم حياته وظروفها اكيد ما ينفعش هو اللي يجي يفرض عليا ان لا مش هتكملي سيبني انا اخد قراري من نفسي وانا اللي ابطل يعني لكن انت عندك استعداد؟ عندي يعني استعداد لو عندك استعداد انت تتنازلي عن حياتك الرياضيه في سبيل انت تبقى عندك اسره منفصله عن الرياضه؟ يعني سألت السؤال ده قبل كده ولا أول مرة؟ لا اتسألته طبعا أكيد اتسألته بس يعني مش حابة إن يبقى الموضوع بس التفكير بيختلف من وقت للتاني بيختلف طبعا بس مش حابة إن يتحط في حتة يا ده يا ده يعني لأن أكيد طبعا أي بنت هيبقى بالنسبة لها بسألك أنت يعني مش قالوش هو يعني لا هحاول أوفق ما بين الاتنين يعني مش هحاول أتنازل عن حاجة فيهم يعني تمام انت جاوبتي بطريقه دبلوماسيه ماشي يعني قولي لي الصعوبات اللي انت قلتيها اللي هي الظروف الخارجيه اللي هي غير البطوله نفسها كان في البطوله نفسها في اي معوقات بالنسبه لك البطوله يعني نفسها لا يعني هو تقريبا نفس اللعيبه اللي انا بلعبهم كل مره انا حتى خسارتي جت في اخر ثانيه يعني انا كنت كسبانه طول الماتش انا خسرت بس في اخر ثانيه كان خطا بس تكتيك جوه الملعب هو اللي ادى ان انا خسرت في اخر ثانيه انما انا كنت طول الماتش كسبانه الحمد لله بس يعني هو كنت كسبانه النقاط كنت كسبانه بترجيح بترجيح عشان انا مش الترجيح يعني ممكن يبقى اللعيبه الاثنين مستواهم متكافئ مع بعض فمش ما حدش فيهم قادر يسكور بوينتس بس في واحد فيهم هو اللي بيأتاك اكتر ماسك ملعب اكتر فانا كنت الحمد لله ماسكه الملعب هي بس غلطه في اخر ثانيه بس ان انا كنت رافعه رجلي ونزلتها قدام بدل ما انزلها ورا فده ادى ان هي حطت بس نقطه مش يعني قدرت ان هي تسجل نقطه انا بحاول استوعب الشكل يعني حتى في التك التكنيك بتاع الحركات بتحسب عليكم نقاط الغلطه يعني انا غلطت فهي قدرت تسكور على الغلطه اللي انا عملتها فهو ده اللي خلاها جابت البوينت يعني تمام يعني برضو اسئله يعني انا هحاول ان انا اقول لك الاسئله اللي اكيد اتكررت عليكي لكن انا هحاول ان شاء الله اسالك اسئله جديده لكن قولي لي اصعب بطوله بالنسبه لك كانت ايه او اهم ميداليه بالنسبه لك اهم ميداليه بالنسبه لي كانت توتال عام 2014 لان هي كانت اول مشاركه ليا في منتخب الانسات في بطولات العالم كنت لسه طالعه من صغيرين ف كان بالنسبه لي حلم ان انا ابقى اول بنت مصريه وعربيه وافريقيه تجيب ذهب في بطولات العالم للانسات لان ما كانش حد عملها قبل كده فده كان حلمي من وانا صغيره من وانا طفله فكانت بقى فكره ان انا كنت كمان اصغر لعيبه في البطوله كلها في كل الموازين في كل الاعمار في كل حاجه فده كان حط عليا برده شويه لود ان انا حلمي بقى هو عايزه احققه و ان انا برضو صغيره وممكن تكون الاكسبيرينس بتاعتي اقل منهم شويه
بس الحمد لله يعني ربنا وفقني، وكنت اول واحده تعملها في مصر ان هي تجيب ميداليه ذهب بطولات العالم للانسات، مش مصر بس كمان افريقيا والعرب. فحلمي وحققته ساعتها، فدي كانت اصعب. اجمل ميداليه. اجمل ميداليه. يعني قولي لي برضو، انا بكلمك كبنت بقى شرقيه وبنت مصريه، وانت عارفه احنا عندنا البنات لا احنا هنسافر، لا مش هتسافري لوحدك، الكلام ده كله. قولي لي برضو الجو الاسري بيساعدك على موضوع السفر؟ اكيد سافرت لوحدك كتير، معسكرات، ماتشات، حد يسافر معاكي من اهلك، ولا هم مدين لك كامل الحريه في التعامل؟ لا انا ما حدش فيهم بيسافر معايا، هم الحمد لله يعني واثقين فيا كويس، واثقين ان هم مربيين بنتهم كويس، وهم عارفين انا بتعامل ازاي مع الناس. كمان انا مش بسافر لوحدي خالص، يعني احنا بنبقى بعثه، وفي كباتن وفي اداريين وفي زمايلي لعيبه بقالي سنين معاهم ومتربيين سوا، وعلاقاتنا الاسريه مع بعض سواء يعني انا وهم او الاهالي مع بعض، نعرف بعض من زمان يعني. فهم بيبقوا مطمنين عليا جدا جدا وانا معاهم بره، ما بيبقوش خايفين من اي حاجه يعني. تمام. بس انا شايف والدتك جت معاكي هنا، فقلت يبقى بتيجي معاكي في كل مكان. لا هي بتيجي بتحب تتفرج يعني، هي بتحب تتفرج، بتبقى فرحانه بيا بنجاحي، فهي بتحب تتفرج. اكيد طبعا، دي احلى حاجه طبعا، احلى حاجه. طب قولي لي بقى دورها في حياتك. هي سبب كل حاجه حلوه يعني، هقول لها ايه؟ والله يعني لو ينفع نطلعها كنت طلعتها. والله يعني هي السبب في اي حاجه انا وصلت لها يعني. ياما كانت هي بتوصل تمارين وتجيب من تمارين، وتبقى تعبانه وتنام على الكرسي وهي قاعده مستنيانه نخلص التمرين، وايام ثانويه عامه بالذات، لان كان غصب عني مثلا طول اليوم انا ببقى في دروس، فعشان اتمرن كنت بتمرن الساعه 11 او 12 بالليل، فهي توصل وتجيب اوقات. حتى ما كبرت ودخلت الكليه فتره الامتحانات مثلا لو عندي بطوله زي الفتره اللي فاتت فانا عايزه اروح التمرين، طب خلاص انا هنزل اوصلك عشان تلحقي تذاكري شويه في العربيه. من كتر متابعتها ليا برضو بقى عندها اكسبيرينس كبيره جدا، وبقت تقعد تقول لي انت غلطتي هنا، والغلطه اللي انا غلطتها وخسرت بيها الماتش دوت هي كانت منبهاني عليها قبل ما اسافر. فعلا والله. يعني ممكن تبقى قاعده ورايا على الملعب، انا ممكن اسمع كلامها وما اسمعش كلام الكوتش اللي قاعد ورايا على الملعب، من كتر ما احنا وصلنا ان هي خلاص عارفاني كويس قوي. وبعدين بنتها كمان يعني، فاكيد بالقلب اللي هو شغال. ايوه. فهي وبابا يعني ربنا يخليهم ليا، هم السبب كل حاجه حلوه. واخواتي طبعا هم استحملوا ظروف البيت، ان ممكن ماما ما تبقاش موجوده، فما فيش مثلا ان هي مش قادره تعمل. كنت هقول لك انت عندك اخوات ايه؟ عندي اخويا احمد كابتن طيار، وده كان برضو بطل عالم بس اضطر يبطل لظروف شغله، وده اصغر مني في سنه ونص، ونيرفانا اكبر مني باربع سنين. يعني دي بقى اللي اتبهدلت معانا بصراحه، ما كانتش بتلعب كاراتيه خالص ولا اي حاجه، بس يعني اتبهدلت معانا لان هي شالت البيت كتير في ظل غياب بقى ماما معايا في التمارين. يعني بتلعب حاجه ولا ما بتلعبش؟ كانت بتلعب كاراتيه بس يعني هي برضو ما استحملتش بصراحه. البيت عندك كده يعني من نوع الاكتراب. يعني قولي لي برضو ليه كاراتيه؟ ليه كبنت وانت بقى لك فتره كبيره يعني، قبل كمان حتى ما نوصل احنا للايام اللي احنا فيها كان الموضوع بيبقى اسهل شويه الايام دي، لكن قبل كده اكيد يعني ليه كاراتيه ومش عارف ايه، والكاراتيه دي لعبه ليه؟ هو الموضوع جه معايا بالصدفه. يعني انا اصلا كنت في الاول بلعب سباحه برضو في النادي الاهلي، وكان البول بتاع السباحه جنب صاله الكاراتيه، فانا كنت خلاص تمرين وقاعده بلعب جنب البول وكده، فكان في تمرين كاراتيه شغال فانا شفته، فاللعبه شدتني يعني، شفت ناس عماله تضرب في بعض وناس عامله دوشه، فاللعبه شدتني فقعدت اتفرجت على التمرين. احنا بنعرض لك 2014 اهو يعني. 2014 من احلى البطولات فعلا. اتفضل. فروحت فقلت لهم انا حتى ما كنتش اعرف اللعبه دي اسمها ايه، يعني ما اعرفش ان ده اسمه كاراتيه حتى. قلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي. لعبت كمان العاب قوه، ما لقيتش نفسي بصراحه لا في السباحه ولا في العاب القوى، يعني يمكن الكاراتيه شويه في من شخصيتي او من روحي شويه، اللي هو ايه بنجري بنتنطط يعني انا شويه كده بحب. بس برضه لعبه عنيفه. الكاراتيه انا بسميه من الالعاب القتاليه الغير عنيفه اصلا. يعني لان احنا المفروض ان احنا عندنا رولز ان ممنوع ان انا اضرب اللاعب اللي قدامي ضربات فيها فول باور. لازم تبقى مسافه 10 سم ما بيني وما بين اللاعب في الصغيرين، وفي الكبار تبقى 5 سم او تاتش خفيف. اي ضربه فيها اذيه اللاعب اللي قدامي باخد انذارات، وممكن تتصعد من اول مره للطرد لو الضربه مؤذيه جدا. فلا يعني هو بيعتمد اكتر على سرعه رد الفعل واتخاذ القرار والفوت ورك بتاعك في الملعب، ملوش اي علاقه بان انت لازم تضرب جامد عشان البوينتس تتحسب. يعني انا عندي بنتي لما جت قالت لي عايزه العب كاراتيه اساسا يعني ما حاولتش اسمع. لا ليه والله الموضوع. لا الموضوع يعني بنتي برضه طالعه عايزه تلعب كوره، عايزه تلعب كاراتيه، حاجات يعني انا في العاب كده بحس ان هي، بس اكيد طبعا التفكير اتغير عشان كده سالتك السؤال ده. لا خالص، انا اهلي ما عرضوش خالص الموضوع، بالعكس شجعوني عليه.
خاصة لما كمان يعني عشنا جوه اللعبة أكتر ولقينا إن هي مش فعلا مش بالعنف اللي الناس متخيلة. كل الناس في دماغ الكاراتيه ده ضرب وأذية لا أو طبعا ساعات بتيجي ضربات غلط وساعات بنتعور وبناخد كدمات، بس ده طبيعي في أي لعبة. يعني لو لعبت أي لعبة، لو لعبت تنس ممكن تقع على كوعها. أنت بقى أنت والدتك اللي تحس بقى الحاجات دي، مش أنت ممكن تتضربي مش هتحس، هي اللي تحس. لا عادي، ما خلاص تعودت يعني من كتر ما تعورت كتير واتبهدلت كتير. ويعني أنا في مرة فاكراها يعني تعورت وبقي كله اتفتح وشفتي ورين، بس أنا حاجة ما استحملش. هي هتحصل، أصل هي هتحصل الإصابات دي هتحصل في أي لعبة، ممكن تقع لو هي بتلعب باسكت أي حاجة، تبقى بتحذف الكرة تقع غلط يحصل لها أي كده. فالإصابات دي موجودة في أي حتة، مش في الألعاب دي بس يعني. لكن أنت قلت لي كوتش شخصية وسرعة اتخاذ قرار، أكيد ساعدك الكلام ده في حياتك العملية بعيد عن الرياضة. أنا بقول إن الكاراتيه من الحاجات الأساسية طبعا اللي كانت سبب في تكوين شخصيتي. أولا خليني شخصية اجتماعية الحمد لله، قادرة إن أنا أخد قرار، قادرة إن أنا أبقى مسؤولة عن قرار أنا أخدته. لأن إحنا كل حاجه انت بتعملها في الملعب انت مسؤول عنها في الاول في الاخر. يعني انت اللي بتلام، مش المدرب اللي قاعد وراك، لان مش هو مثلا اللي في الملعب، لا انت اللي في الملعب. فكان سبب كبير قوي في تكوين شخصيتي، كان سبب احساس ان انت تحس ان انت ناجح او عايز تعمل حاجه عشان اي حاجه عشان تنجح في الحاجه او المجال اللي انت فيه. فهو كان السبب في تكوين شخصيتي بشكل كبير طبعا. لكن عايز اسالك على دور المساعده الاتحاد ليكي في الكليه. لو عندك مشاكل، انت قلت لي كان عندي مشاكل في الكليه وعندي شويه حاجات كده انا اللي كنت بخلصها، في حد بيساعدك؟ مفروض طبيعي يعني بطل العالم. للاسف شويه الكليات المصريه مش فلكسبل في حته الرياضه يعني. للاسف يعني غصب عننا في يعني ممكن يكون انا في دكاتره ساعات بتعدي لي حاجات او في دكاتره بتتفاهم فممكن تغير لي ميعاد امتحان. بس زمايلنا كتير بيعانوا من الموضوع ده ان هم شالوا السنه علشان خاطر الدكتور مش موافق ان هو يغير له ميعاد امتحان عشان هو عنده بطوله. هو بيقول لك دي انت الرياضه دي حاجه انت بتعملها زياده من عندك، انا مش مضطر ان انا استحملها. برضو حته ان ما فيش مثلا حاجه عامله زي الحافز الرياضي بتاع ثانويه عامه للرياضيين في الكليات. واحنا تقريبا بنضيع يعني انا تقريبا بضيع حوالي 8 ساعات في اليوم بس تمرين، غير بقى لو راحه او جايه المشوار، غير لو ريحت شويه. ففي حوالي مثلا ممكن 11 ساعه او 12 ساعه في اليوم ضايعين بسبب موضوع التمرين. ده غيري مثلا من زمايلي قاعدين بيذاكروا انا مش عارفه اذاكره. فلا ما فيش بقى حته درجات زياده او مثلا في برسنتج للرياضي لو جاب بطولات ان هو ياخدها في المواد فيقدر يعدي، فده برضو بيقلل من تقديراتنا ساعات بيخلينا نشيل مواد. طب الاتحاد بتاعك ما طالبش الوزاره بالكلام ده؟ هو للاسف الاتحاد ملوش علاقه قوي بالموضوع ده، هي المفروض تبقى الوزارات مع بعض، وزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم العالي. يعني موضوع بقى لنا سنين بنتكلم فيه بصراحه، وللاسف ما فيش خطوات بتتاخد فيه يعني بشكل ايجابي. هو انا بصراحه انا هوجه كلامك ده للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان الموضوع بتاعك ده فير جدا جدا يعني. الموضوع ده فير جدا، لما نخلص العرض بتاع البطوله بتاعتك ويرجعوا لنا كده عشان نتكلم في الموضوع اللي بتتكلم فيه. جينا موضوع مهم جدا يا جماعه. يلا. بتتكلم ان هي لازم يبقى عندها حافز زي الثانويه العامه قبل كده، اعتقد ان هم بيدوا حافز للرياضيين. جينا بطله عالم، بطله مصريه، بطلة أهلوية، تمثل مصر في بطولات كتير، خدت 8 بطولات عالم ما شاء الله. أكيد لازم يبقى في حافز غيرها وغيرها من البطولات أو البطلات أو الأبطال كمان. أكيد في كمان شباب في بيلعبوا رياضة في الكلية، بتتكلم في نفس اللي بتتكلم فيه جيانا، إن مفيش تعامل أو مفيش تفاهم بين الدكاترة وبين هؤلاء الشباب أو الشابات. لازم يبقى في تعاون، لازم يبقى في فهم إن دول بطلات وأبطال بيمثلوا مصر في محافل، كمان بطلة عالم. يعني لازم لما تطلب التأجيل الامتحان هي ما تطلبش، انا اللي اجل لها الامتحان واشوف ايه اللي يناسبها كمان، لانها بتشرف مصر في محافل دوليه. فكلامي موجه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان شاء الله يحط هذه النقطه في الحسبان لانها حاجه مهمه جدا. انا بالنسبه لي خلاص انا اخر سنه في الكليه، فانا خلصت. انا عارف بتكلم أنا الناس اللي بعد كده، لان زمايلي كتير بطلوا بسبب الموضوع ده. تمام. انا بتكلم على، انت اتكلمتي في نقطه مهمه جدا، انا كنت فاهم الموضوع يعني في تعاون اكتر من كده. يعني انا كبطل عالم اروح للدكتور اقول له لو سمحت انا عندي بطوله عالم او عندي تدريب عشان انا طالعه العب حاجه باسم مصر، يقول لا مفيش. وفي حد بقى، في كتير، انا عانيت من القصه دي.
وهو كمان يحس ان هو بطل يعني ان هو قعدك. طيب هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجمه جيانا فاروق، نجمه مصر ونجمه النادي الاهلي وبطله العالم في الكاراتيه. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه منوراني البطله الذهبيه جيانا فاروق بطله العالم في الكاراتيه 8 مرات ما شاء الله. جيانا اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا وسهلا. يعني قولي لي بقى على خططك المستقبليه، قولي لي على الاعداد لاولمبياد 2020، اسالك كمان عن دور النادي الاهلي في حياتك، لكن نبدا بالاولمبياد. احنا بالنسبه لاعدادنا للاولمبياد احنا المفروض عندنا الموسم ده بطوله افريقيا الشهر الجاي. طب انا استاذنك قبل ما ناخد نتكلم بقى باستفاضه نشوف امير هشام، لان امير بنجيبه من كرواتيا. امير اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لجانا وكل منتدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني ثانيه يلا طمنا بسرعه جوله المباراه. يعني طبعا خليني اقول لك في البدايه في الدقيقه 25 من الشوط الثاني خرج سعد سمير ونزل مكانه احمد علاء، وخرج ايضا ايمن اشرف نزل مكانه صبر رحيل. في الدقيقه 32 بالظبط وليد سليمان قدر ان هو يحرز هدف تعادل بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي النتيجه دلوقتي 1-1. وعامه يعني الشوط الثاني المباراه يمكن ممتعه شويه وفيها نديه من الفرقتين، واستفاده كبيره جدا بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه لنادي المباراه الوديه يا كابتن. تمام، دي كانت اهم الاحداث يا امير. بالظبط كده. تمام هنرجع لك. اتفضل. ناصر ماهر برضه بيتدخل دلوقتي وبعض اللاعبين يتم الدفع عليهم لاحقا خلال مباراه الشوط الثاني. تمام خلاص هنرجع لك ان شاء الله امير تكون المباراه خلصت. قبل ما نخلص البرنامج باذن الله، الاهلي تعادل بهدف وليد سليمان في الدقيقه 32، واحمد علاء مكان سعد سمير وصبر رحيل مكان ايمن اشرف. ده اهم الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في مباراه الاهلي وبطل سلوفينيا اولمبيا. اتفضلي معلش نرجع نتكلم على الاولمبياد بتاعتكم. مظبوط، احنا عندنا الشهر الجاي ان شاء الله بطوله افريقيا دي اللي احنا بنعد لها دلوقتي، ودي من البطولات المؤهله لان عليها سكور كبير. بعدها عندنا بطولة العالم في شهر 11 ان شاء الله، برضو تاني بطولة من البطولات الكبيرة المؤهلة لان بيذكرها اكبر كمان من بطولة افريقيا، يعني بيجيب فيها مرشح بنسبة كبيرة ان هو هيبقى في الاولمبياد ان شاء الله. بالنسبة لموسم 2019 لسه بقى الدنيا بالنسبة لنا مش واضحة قوي لان احنا لسه اول سنة هنلعب اولمبياد، فلسه ما فيش بلان او ما فيش خطة محطوطة احنا عارفين هنمشي عليها ازاي. وده اللي انا يعني نفسي يتعمل الفترة اللي جاية، يعني لازم يعني الدول من ساعه ما الكاراتيه دخل الاولمبياد في 2016 وهم بداوا طبعا يستعدوا من ساعتها، حتى احنا لما بنسافر بره خريطه الكاراتيه اختلفت خالص، بدا يظهر دول ما كانتش عمرها موجوده او ما كناش بنسمع عنها ان فيها لعيبه اصلا، بدات تظهر وبدات تنافس بقوه، حتى الناس بتخطط وشغالين. بالظبط بقى لهم فتره كبيره. فاتمنى ان احنا نلحق نفسنا بسرعه، يعني لان انا كنت متوقعه في الكاراتيه بالذات في الاولمبياد اكتر من ميداليه، لان يعني احنا كلعيبه عندنا ما شاء الله عندنا الخامات كويسه جدا، عندنا لعيبه كويسه جدا جدا ومهاراتها عاليه. محتاجين بس شويه تخطيط ومحتاجين شويه تدريب صح. طب احنا في النادي يعني ما بيحاولوش يجهزوكي للموضوع ده، ولا لازم يبقى من خلال المنتخب المصري؟ لا هو بصراحه من القرارات اللي انا سمعتها وبسطتني جدا جدا في دور النادي ان هو يساعدني انا مثلا كلاعبه من عندهم ممكن تلعب اولمبياد، ان هم عشان عارفين ان في بطولات كتير في 2019 هيبقى عليها سكور
هيساعدني ان انا اوصل الاولمبياد بسرعه. ففي قرار اتخذ مجلس الاداره بان هو بمساهمته في 3 سفريات ليا على مدار السنه الاتحاد مش هيطلعهم. يعني لو الاتحاد مطلع مثلا 4 هو يكفي لي بالثلاثه التانيين ويطلعني. ده طبعا حاجه يعني خبر من الاخبار اللي بسطتني جدا جدا. فكره كمان ان انا عرفت ان شاء الله هيبقى في تكريم قريب للاعبين اللي كانوا في النادي الاهلي، لعيبه من النادي الاهلي كانوا مشاركين في دوره الالعاب وجابوا ميداليات، هيبقى في تكريم قريب ليهم. وده بصراحه اللي انا متعود عليه من النادي الاهلي. انا برضو لما رجعت من اخر بطوله عالم في 2016 كان معمول لي حفل تكريم كبير بحضور الوزير، فانا متعود على كده من النادي بصراحه. اكيد كابتن محمود الخطيب اكيد كان مكلف كابتن رؤوف عبد القادر بتوجيه الثناء ليكوا كابطال، واكيد ده طبعا دور يعني لا ينسى من قبل مجلس اداره برئاسه كابتن محمود خطيب، يعني اسطوره كره القدم المصريه واسطوره الرياضه المصريه والعربيه. واكيد كمان لازم يعملوا، انا بصراحه مستغرب ان احنا لسه ما خططناش لاولمبياد 2020، بس انا مش عايز يعني ادخل معاكي في القصه دي، لكن الكابتن محمود خطيب كان من ابرز اولوياته ومن ابرز اهدافه او من ابرز بنوده لما كان في اجتماعه مع الدكتور اشرف صبحي ان هو رعايه البطل الاولمبي. لازم يبقى ليه رعايه مختلفه، لازم يبقى ليه رعايه من بدري، لازم يتكرموا على الشكل اللي هم بيطلعوا مصر بيه في الاخر، على البطولات اللي بياخدوها، على الميداليات اللي بياخدوها. فلكن حته ان احنا لسه ما خططناش دي، زي ما حضرتك بتقولي ان في دول من 2016 بتخطط للاولمبيات اللي جايه، في دول ظهرت. طالما بنخطط او طالما الدول بتخطط اكيد هتظهر، لكن لو احنا نفضل نقول اصل احنا عندنا بطله بقى وان شاء الله تجيب لنا بطولات، الموضوع بيبقى صعب. مظبوط مش كده؟ ولا ايه؟ طب قولي لي بقى دور النادي الاهلي في حياتك. النادي اللي مقرره ان انا بدات فيه وحنهي فيه بصراحه. انا سمعت ان انت كان معروض عليك ان انت تتجنسي باحد الجنسيات الاخرى. مظبوط، كان معروض عليا ان انا العب الاول باسم نادي شباب الكويتي في الكويت وبس انا ما يعني انا رفضت، ما اقدرش العب لحاجه غير الاهلي بصراحه. وكان معروض عليا تجنيس في دوله كندا. يعني في كندا؟ ده قريب ولا من فتره؟ لا ده من قريب، بس انا بالنسبه لي فكره التجنيس انا برفضها رفض تام. برافو عليك والله، انت مش خايفه، انت خليتي جسمي اشعر يعني. لا والله، هي بس فكره ان يعني ماشي ممكن تكون امكانياتنا الماديه هنا ضايعه خالص او ما فيش. بس لا يعني بحس ان ما ينفعش لاعب مصري يروح يلعب باسم بلد ثانيه يعني. مهما كان يعني برضه بلدك اولى مهما كان يعني، حتى لو ما فيش ماديات خالص يعني. اتناقشتي؟ انا معاكي جدا، انا معاكي. انت اتناقشتي في القرار ده مع اهلك ولا كان قرار حسمتيه على طول؟ هو قراري وهم يعني ساعدوني فيه يعني، هم كانوا سبورت ليا بصراحه في القرار يعني. سواء قرار ان انا العب باسم نادي غير الاهلي او قرار عدم موافقتي ان انا اتجنس في اي دوله. ده من حبك في النادي ولا من مبادئك العموميه؟ من عشق للنادي. مش من حبي بس للنادي. سلام. انا اهلاويه ابا عن جد يعني من زمان. لا فنادي انا بقول النادي الاهلي يعني، بشوف ان اي لاعب ينتمي للنادي الاهلي دوت ده شرف ليه اصلا يعني. بشوف ان هو كيان جوانا كلنا يعني. ما ينفعش تبقى انت بتلعب في الاهلي مثلا وتسيب الاهلي علشان نادي تاني عرض عليك. كانت امتى؟ التكريم الرئاسي كانت في 2016 اول 2016. بس فانا بحس ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره يعني، ما ينفعش اسيبها واروح العب باسم نادي تاني مهما عرضوا عليا فلوس اكتر او كده. فكره انتمائك للنادي دي حاجه كبيره يعني. طب انا هاخدك في حته ثانيه شويه يعني. انت الفلوس اللي بتسمعيها في الكوره طبعا ارقام خزعبليه اساسا يعني، كمان دلوقتي كمان ارقام هي مش في محلها خالص، لكن خلاص وصلنا لارقام 40 و50 مليون جنيه وبتاع. انت لو اتعرض عليكي نفس هذه المبالغ، بس بكلمك بجد، نتكلم بقى بمصداقيه للناس، لو اتعرض عليك مبلغ زي مثلا 30 مليون وتيجي تلعبي في النادي مثلا زي ما قلتي في نادي في الكويت، هيبقى رد فعلك ايه؟ هيبقى نفس رد الفعل ده ولا ممكن ساعتها تفكري؟ لا مش هفكر، لان المبلغ اللي كان معروض عليا ان شاء الله دي ميدالياتك. مظبوط ان شاء الله يا جماعه يعني. انا بصراحه والله انا مش عارف اقول لك ايه. الله اكبر يعني، انا يعني انت حببتيني في الكاراتيه. ربنا يخلي حضرتك. اتفضلي. يعني انا المبلغ اللي كان معروض عليا من نادي الكويتي كان تقريبا حوالي 15 ضعف المبلغ اللي انا باخده من النادي الاهلي، ومع ذلك رفضت. يعني انا بحس ان هي فكره مبادئ، ان انت ما ينفعش تتخلى عن مبادئك. هاتوا يا جماعه الصوره عليها تتكلم كلام كبير جدا يا جماعه عشان بس الناس تتعلم. هات احمد عادل تعالى لنا وبعد كده اعرض الصوره دي. انا بتتكلم كلام مهم جدا وكلام بصراحه
مثال في الحب الاهلاوي والعشق الاهلاوي. انا بقول لها بتحب النادي الاهلي، بتقول لي انا بعشق النادي الاهلي. بقول لها طب انت لو خدتي 30 40 مليون جنيه ممكن تفكري، قالت لي هتعرض عليها 15 ضعف اللي باخده في النادي الاهلي، لكن تفضلي. لكن انا رفضت بصراحه، يعني بشوف ان هي مساله مبادئ في الاول يعني. وده اللي احنا اتربينا عليه، وده اللي احنا شفنا الناس اللي اكبر مننا اللي هم دلوقتي بقى اعضاء مجلس اداره زي دكتور مهند مجدي كان بيعمل نفس الكلام، وياما اتعرض عليه برضو من نوادي تانية وان هو يلعب في نوادي تانية بس عشقه للاهلي. يعني كان قدوه لينا بصراحه، واحنا طالعين بنحاول نقلده. يعني دكتور مهند مجدي ما زال لحد دلوقتي مثلا الاعلى في حياتي، سواء على مستوى الدراسي، على مستوى الشخصي، على مستوى نجاحه او حبه للنادي الاهلي. فاحنا اتربينا على ده يعني، فبنرفض اي حاجه تجيلنا خاصه لو ليها علاقه ان يعني الناس بتغرينا بفلوس. لا احنا موضوع الفلوس ما بيفرقش معايا. انا نفسي اعلق، بس انتوا عارفين يعني نفسي اعلق على موضوع الفلوس ما بيفرقش ده. يعني انت شايفه الحاله الاحترافيه مهما بلغت ذروتها يعني ما ينفعش تاثر في الانتماء؟ طبعا فكره ان حد يعني مش عايز اقول يشتريك بالفلوس، بس ان هو يغريك بالفلوس اكتر. انا ما بحبهاش. يمكن عشان انت بنت مثلا، انا بحاول اطلع اي مبرر اللي بيفضلوا الحاله الماديه عن الحب والعشق والدعم وكل حاجه. ممكن يبقى مثلا الولاد بيروحوا الموضوع مختلف، لان برضو ظروف البلد الماديه دلوقتي صعبه شويه، وبرضو شباب ونفسه يبقى يحقق نفسه بسرعه او يوصل لحاجه. فممكن ده ياثر طبعا عليهم. ما اعرفش الناس بتفكر ازاي. ممكن يبقى بنات برضو زيي وفي نفس الحاله بتاعتي ويفضلوا فكره ان هم يروحوا يحترفوا. يعني هي شخصيات وفكره مبادئ، وانت اتربيت على ايه، او انت بتحب الحته اللي انت فيها لدرجه ايه يعني. مش والله انت كلامك يعني اثر فيا انا شخصيا، يعني كلام جميل جدا نفسي اسمعه. وتطمنوا ان في نماذج اهلاويه يا جماعه، الكلام طالع من قلب والكلام اكيد هيدخل في قلبكم على طول، لكن نماذج جميله جدا جدا، ونماذج بتقول لك ان النادي الاهلي عمرك ما تقلق عليه في اي حاجه. دي لعبه كاراتيه، تخيلوا بقى احنا بنتكلم في لعبه كره القدم اللي فيه حوالي 60 مليون اهلاوي بيعشقوها. لكن جيانا النهارده هتحبب الناس في الكاراتيه، يبقى يعني نسبه حب الناس هتكبر بصراحه وهتزيد. يعني قولي لي امتى عيطتي في بطوله راحت منك او خدتيها؟ عيطت في بطوله راحت مني كانت توت العالم 2009، لاني كنت من الناس المرشحه، او مكتوب فيها تقرير ان انا من الناس المرشحه ان هجيب ميداليه، ويشاء ربنا ان انا ما اجيبش حاجه وان انا اجيب ساعتها خامس. بس انا ده برضو بقول ان 2009 كانت من سنين فارقه في حياتي، او هي يمكن السبب في اللي انا وصلت له، لان احساسي ان انا ما طلعتش على البوديوم والخساره، وان انا شايفه ناس طالعه تانية هي اللي طالعه، ده كان احساس بالنسبه لي قاتل بصراحه. فساعتها حلفت ان انا مش هحس الاحساس ده تاني. خدت منها دافع بالظبط. اشتغلت على نفسي اكتر وطورت من نفسي اكتر ومن مهاراتي. كانت النتيجه في بطوله العالم اللي بعدها في 2011 الحمد لله ربنا كرمني بالذهب. فده كان العياط على حاجه انا خسرتها، او بطوله انا خسرتها. العياط على بطوله انا كسبتها كانت 2014 بعد ماتش السيمي فاينل، مش بعد حتى الفاينل. يعني ما كنتش مصدقه ان الحاجه اللي انا بحلم بيها من وانا صغيره، او من ساعه ما دخلت الكاراتيه، انا عملتها. انا وصلت فاينل بطوله العالم في الانيسات، يعني ما كنتش مصدقه حاجه زي كده. فخرجت من الماتش قعدت اعيط، يعني ما كنتش مصدقه. ده كمان الفاينل، يعني ده بعد ما كسبت انا بقى ساعتها يعني، وخلاص والتايم بيصفر. لا انا مش مصدقه، ايه ده بجد. ده كابتن محمد ابراهيم يعني من الناس اللي كان ليها فضل طبعا عليا ان انا اعمل حاجه في 2014، وتعب معايا كتير بجانب طبعا مدربيني كابتن محمد عبد الرجال وناس كتير. يعني ناس كتير كانت سبب في ان انا عملت البطولات دي كلها، لان انا بشوف ان صناعه البطل مش مدرب واحد يعني. أكيد. لا ناس كتير أسألك. بتشارك. دي كانت فين بطوله؟ معلش فكريني. دي اللي كانت في 2014 في المانيا. هي دي كان حد من اهلك معاكي؟ لا ما بيقدروش. ما بيقدروش يجي. لا لا. لكن اول ما بتخلصي بتطلعي تكلميهم على طول؟ هم برضو البطوله بتبقى متذاعه على على الويب سايت وكده، بيقعدوا يتفرجوا. ببقى هوقف لهم البوم بس يعني الحمد لله. بتعدي على خير. انت اثرتي فيا انا اصلا، يعني لما بشوف الحاجات دي يعني حاجات جميله، والحاجات كمان الالعاب الفرديه دي بيبقى فيها دوافع من جواكي غريبه، مش اي حد يبقى عنده الدوافع ان انا وقعت ولازم اقف تاني وبطوله ولازم اخدها وحاجات. الدوافع الفرديه والدوافع الشخصيه من نجاحك يعني كانت بنسبه كام؟
غير الدوافع الآخرين اللي هو المدرب وأهلك وصحابك؟ أنا بشوف إن دوافعك الشخصية ممكن تبقى بنسبة 90%، لأن لو أنت مش عايز تعمل حاجة عمرك ما هتتعب علشان تعملها أو توصل لها، فمش هتتمرن، مش هتتمرن، مش تعمل اللي عليك، مش توصل لحاجة في الآخر يعني. أنا سايب الناس تتفرج عليكي في ال... بإحساسك إيه؟ بقولي لي إحساسك كده أنت واقفة على منصة التتويج إن شاء الله. يعني هو طبعا إحساس ما توصفش يعني، سنين وعلى بلدك بترفع ونشيد بلدك بتقال، أحلى إحساس ممكن تحسه في الدنيا. والدكتور بتاعك مش عايز يديكي يأجل لك الامتحان. والله حاجة يعني حاجة تبقى أحسن حاجة ممكن صراحة تحسها في الدنيا يعني. تعب بقى سنين عشان توصل للحظة دي، طبعا إحساس بقى إن كمان يعني يمكن أنا معروفة برا مصر أكتر ما أنا معروفة جوا مصر، فده حاجة برضو بتبقى يعني هقول بسطاني ومزعلاني. بسطاني ان انا الحمد لله شهرتي في مجال الكاراتيه وصلت لبره بنسبه كبيره، طبعا ببقى زعلانه ان انا هنا في بلدي محدش عارفني خالص يعني. للاسف 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 لكن يعني انا هتعلم حاجات بصراحه. انت علمتيني حاجات، انا لازم فعلا نركز في البطلات والابطال بتوعنا. انا هطلع بس اخد مكالمه مهمه. صبحي حمدان من عزاء المرحوم كابتن ابراهيم الجوين رئيس نادي الاولمبي. صبحي اهلا بيك. اهلا بيك كابتن عبد الحميد، واهلا بعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك معايا النجمه جيانا فاروق، هنا نجمه العالم في الكاراتيه والحائزه على 8 ميداليات ذهبيه. قول لي انقل لي الاجواء اللي عندك يا صبحي. بكل تاكيد يا كابتن عبد الحميد، فقدت الرياضه المصريه عامه والاسكندريه على وجه التحديد واحد من الشخصيات المهمه في مجال كره القدم وبالتحديد المجال الرياضي. كابتن عبد الحميد عايز اقول لحضرتك مظاهره حب بتثبت الولاء والانتماء للشخصيات المهمه زي الكابتن الجويني. النهارده عزا الكابتن الجويني تحول لمظاهره حب للشخصيه العظيمه زي الكابتن الجويني. على راس الحضور الكابتن محمود الخطيب، الاستاذ محمد سراج الدين، سياده الوزير عمرو فاروق، شخصيات رياضيه في اسكندريه على راسهم الكابتن الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد الاسكندري، طارق السيد رئيس نادي الاولمبي، الكابتن هاني سرور والكابتن محمد عبد المنعم، نجوم الكره في اسكندريه اللي بكل تاكيد يا كابتن عبد الحميد بما ان حضرتك كنت واحد من نجوم الكره في اسكندريه وبالتحديد في نادي الاتحاد الاسكندري، عارف ان في المناسبات اللي زي ديت الرياضيين بيكونوا متواجدين. اكيد بس كل اللي عايز اوصله لحضرتك الانسانيه اللي موجوده، الانسانيه والمشاركات الطيبه للكابتن محمود الخطيب. الناس جموع الشعب السكندري، لمجرد ان حضرتك حتى في بدايه الحلقه نوهت ان الكابتن الخطيب موجود في العزاء، عايز اقول لحضرتك ان في ناس جت من اماكن بعيده أكيد عشان تسلم على الكابتن الخطيب وتشكره. أكيد دايما التواجد، من ينسى وجود الكابتن الخطيب من اول النهار لاخر النهار في عزاء الكابتن بوبو. عايز اقول لحضرتك يا كابتن عبد الحميد ان حرم الكابتن بوبو الحاجه زينب لما عرفت ان الكابتن محمود الخطيب موجود كانت اول واحده موجوده في السرادق العزاء عشان تسلم على الكابتن الخطيب وتشكره. نجوم الرياضه السكندريه بتشكر الكابتن الخطيب على تواجده في المناسبات. ومش جديد على الكابتن الخطيب يا كابتن عبد الحميد واعضاء مجلس اداره الاهلي بوجه عام، واخرها انت تعلم تماما وكل جمهور كره مصر يعلم تماما تواجد الكابتن الخطيب، واخرها في عزاء الكابتن عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك. بالظبط. عايز اقول لحضرتك ان الاجواء رغم ان احنا في عزاء لكن مظاهره حب للكابتن الجويني وشكر وثناء لمجلس الاهلي على تواجدهم الفعلي. كبير كابتن ابراهيم الجويني عالم اعلام اسكندريه ورئيس نادي الاولمبي السابق، ده احد الاعزاء كابتن محمود الخطيب، محمد سراج الدين، السيد العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي. بينقل قد ايه كابتن الخطيب يعني في مظاهره حب ليه هو شخصيا. ودايما بقول لكم ان الحب يا جماعه ده عمره ما يقدر بمال، يعني حطوا تحتها ملايين الخطوط، الحب عمره ما يقدر باي مال. اللي معاه فلوس يعني جردها منه وشوف حب الناس هيبقى قد ايه، هتعرف حب الناس فعلا. معلش انا باخدك كده في حتت كده يعني بس غصب عننا. قولي لي بقى ايه طموحاتك اللي هي ملهاش حدود؟ انا عارف. انا طبعا طموحاتي بالنسبه للكاراتيه يعني انا نفسي اكون اول برضو لاعيبه تحقق ميداليه في الاولمبياد ان شاء الله، اتمنى ان هي تكون ذهب ان شاء الله. ان شاء الله هحاول اعمل عليا على قد ما اقدر في ظل الامكانيات اللي احنا فيها، وان شاء الله ربنا يكرمني بحاجه في اولمبياد 2020.
اتمنى ان انا افضل يعني لعيبه منتميه للنادي واقدم مساعدتي لاي حد محتاج اي حاجه في النادي، سواء في مجال الكاراتيه او في اي حاجه تخص رياضه في النادي الاهلي ان شاء الله. اتمنى في يوم من الايام ابقى عضو مجلس اداره في الاهلي ان شاء الله. بتفكري في اداره ولا بتفكري في تدريب وحاجات كده؟ لا، ممكن يبقى بنسبه اكبر للاداره يعني، وبالذات اداره النادي الاهلي يعني، مش حتى اداره الاتحاد. يعني انا طول عمري بحب النادي ونفسي ابقى جزء، يعني ما اخلص افضل برضو ايه اخدم في النادي او اديله اكيد على قد ما اقدر يعني. اكيد، والنادي انت حاجه مشرفه جدا لمصر قبل النادي الاهلي كمان، واكيد النادي الاهلي بيقدر كويس قوي ولاده، اكيد انت عارفه الكلام ده يعني. انا عارفه يعني. انا فعلا انا بناشد الدكتور اشرف وزير الرياضه، اشرف صبحي وزير الرياضه، ان فعلا يبقى في سرعه لتجهيز البطلة الأولمبية إن شاء الله جيانا، لتحصد المزيد من البطولات الذهبية أو الميداليات الذهبية في بطولة أو أولمبيات القادمة إن شاء الله 2020. إن شاء الله كل التوفيق ليكي ونورتي القناة، وإن شاء الله نبقى نعمل معاكي مقابلات قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله معاكي ميدالياتك يبقى تيجي بقى معاكي هنا نتصور معاك حاجة جميلة بصراحة. والله أنا شفتها حاجة جميلة يعني، أنا مبسوط إن أنت نورتيني وشرفتيني معاك. ميرسي، أنا أسعدتك. شكرا لحضرتك. شكرا جدا ليك. جيانا فاروق نجمة النادي الأهلي ونجمة مصر وبطلة العالم 8 مرات ما شاء الله، بنتمنى لها كلنا التوفيق والدعم، وإن شاء الله نهتم بالألعاب الفردية أكتر وأكتر. وقت معاكم انتهى للأسف، إن شاء الله أشوفكم قريبا جدا. شرفتوني ونورتوني، ومع ألف سلامة.